السلام عليكم يا شباب، النهارده المحاضرة الثانية إن شاء الله من شابتر 1. كنت قلت لك المرة اللي فاتت النهارده هنتكلم بقى على الجراف، هفكرك بالجراف ازاي بنحسب السلوب وايه موضوع تان سيتا دوت، وهنتكلم طبعا على الطرق التوصيل بقى اللي هي السيريس والبارلل هو الكونكشن. تعال نشوف بس حاجة حاجة. نبدأ مع بعض كده بالجراف. بص يا سيدي، الجراف دايما مكون من اتنين اكسس، الاكس والواي. تعال نتكلم الاول على الجراف الدايركت اللي هو عامل كده. الجراف الدايركت ده بيبقى معناه ايه؟ ان كل ما الاكس تزيد، ما هو ده دلوقتي بيبدا من زيرو، فدي كده مثلا 1 2 3 4 وهكذا. كل ما الاكس عماله تزيد الجراف طالع اهو، ده معناه ان الواي بت ايه؟ برده بتزيد. ده بنسميه دايركت. يبقى الواي اكس لما تزيد الواي بتزيد، تمام؟ طيب هيكون مثلا هنا عندك مثلا 2 4 6 ايا كان، ايا كان الارقام، يعني بدي ارقام كده ايه من دماغي. يعني عشان احسب بقى السلوب كاتب لك، افتكر ان هو دلتا واي على دلتا اكس او بيكوال تان السيتا. دلتا واي على دلتا اكس، يعني ايه دلتا واي على دلتا اكس؟ دلتا واي يعني حضرتك بتروح تاخد نقطتين من على الواي اكسس. مثلا هاخد الستة واللي بيقابلها ايه؟ مثلا اللي بيقابلها تعال نشوف كده، الستة مثلا والاثنين، يبقى هكتب هنا ستة ماينس اتنين. طب اللي بيقابلهم من الاكس اكسس، بص كده اهو طول ما انا ماشي كده اهو، اخبط في اللاين انزل تحت مثلا 4 3 ونص 3 ايا كان. هوريك حالا مثال، انا بس رسمه بايدي فاللي هو ايه مش لازم يبقى بالظبط، بس هوريك حالا السؤال هيجي ازاي. سي مثلا انها 3 ونص، يبقى سي ان هنا في كده 3.5 خلاص. طب وال2 افترض معايا ان هي برده 1.5، يبقى انا باخد النقطتين مع الواي اكسس واللي بيقابلهم من الاكس اكسس، يبقى هكتب هنا 3 ونص ماينس 1.5 ويطلع معايا بقى زي ما يطلع. تعال نشوف كده مع بعض، هيطلع معاك هنا كام؟ 4 3.5 ناقص 1.5 يطلع كام؟ 2. يعني الانسر كله كام؟ يعني الانسر كله 2. يبقى السلوب قيمته 2. اوكي، ليها حاجه ثانيه برضو، هو انا عايز اعرف الانجل دي كام، الزاويه دي كام، الانجل دي كام، السيتا دي بنجيبها بقى ازاي؟ برجع اقول برضو ان السلوب بيكوال تان السيتا، فانا بقول لك افتكر برضو انه بيكوال تان السيتا، يبقى يا اما دلتا واي على دلتا اكس يا اما تان السيتا. طب ما انا دلوقتي جبت السلوب قيمته كام؟ 2. اعرف اكتب على الكالكوليتر شيفت تان يطلع لك السيتا ايه قيمتها كام. يبقى انا ممكن من هنا احدد قيمه السيتا. هدوس على الكالكوليتر، هتكتب لي على الكالكوليتر شيفت تان. طيب حاجة كمان عايزك تفتكرها، كل ما السيتا تبقى أكبر كل ما كان السلوب أكبر. يعني لو عندي اتنين لاين زي ما أنا راسم كده دلوقتي أهو، وليكن ده الواي وده الإكس، أدي لاين وأدي لاين وأدي لاين، ده اسمه لاين نمبر 1، ده اسمه لاين نمبر 2، ده اسمه لاين نمبر 3. وبسألك هو مين عنده أعلى سلوب؟ اللي عنده أعلى سلوب عنده أعلى أنجل، أعلى سيتا، لأن السلوب تاني السيتا، فالسلوب دايركت مع السيتا. طب هي فين الأنجل أصلاً؟ بص يا سيدي، الأنجل هي اللاين عاملها مع الإكس أكسس، الواي رقم 3 عامل الأنجل دي اللي أنا رسمها بالأحمر دي. طب بالنسبة للواي الأنجل دي رقم 2، آسف، الأنجل دي مع الاكس اكسس، ما تقوليش بقى اللي هي الحته في النص دي، لا كل ده مع الاكس اكسس عامل كام؟ على الاكس اكسس. طب وبالنسبه لاخر واحد رقم نمبر 1 كل الانجل دي، فاللي عنده سيتا كبيره عنده سلوب كبير. دي من الاساسيات اللي لازم تبقى عارفها ومكمله معانا على حد شابتر 6. طيب تعالى بقى نشوف كلام على امثله على الكلام ده، يلا بينا. اول سؤال، ذا هوز جراف شو ذا فاليو اوف ريزيستنس اوف ا واير اوف كروس سكشن الاريا كذا، مدينا الاريا ايه
and different lengths from the graph find. شوية طلبات كده من قبل ما تقرأ أصلا هو عايز منك إيه. لازم تروح للجراف تحسب لي السلوب. السلوب هنشوف إن هو ليه حاجتين، حاجة اسمها physical value أو physical quantity، وليه حاجة اسمها mathematical value، يعني ليه معنى فيزيائي وليه رقم حسبة قيمته كام يعني. تعال نشوف. أنا راسم هنا مين؟ الريزيستنس. وراسم هنا مين؟ اللينس. لما أقسمهم على بعض السلوب بيكوال، لا هاخدك واحدة واحدة اهو، دلتا واي على دلتا اكس، مش كده؟ يعني ار على ال. ار على ال يعني ايه؟ بص معايا من القانون اللي قلناه المرة اللي فاتت، الار كانت بتيكوال رولا. رولا لما تقسم الار على ال يعني ودي لي دي الناحية التانية كده بالديفايدد، يعني هتشيلها لي من هنا خالص، هيبقى لك رو على ايه؟ رو على اريا. يبقى الاسلوب معناه ايه؟ رو على اريا. يبقى الفيزيكال مينينج للجراف بيعبر عن ايه؟ الريزستيفيتي ديفايدد الاريا. طب الاسلوب ده، ده الفيزيكال مينينج بتاعه. انا عايز الماثيماتيكال فاليو، عايز قيمته بكام. اعمل بقى زي ما قلت لك، هتاخد لي نقطتين مثلا، هاخد الاثنين والواحد، يبقى هكتب ان الاسلوب ايكوال برضو دلتا واي دلتا اكس. دلتا واي هاخد مثلا 2 ماينس 1، 2 ماينس 1 ديفايدد اللي بيقابلهم من الاكس اكسس. يلا اخبط اللاين بتاعي وانزل، اخبط اللاين بتاعي وانزل، هيطلع 8 ماينس 4، 8 ماينس 4. اوكي، وطبعا هتلاقي الجراف يعني مظبوط متسطر لك بشكل كويس بحيث انك تعرف تحدد فعلا النقطه عامله ازاي بالظبط. يعني هتلاقي الخط مظبوط كده، هتشوف حتى في الواجب وانت بتحل، في الواجب وانت بتحل هتلاقي الجراف مرسوم مربعات عشان تعرف تحدد لنفسك قيمه الرقم. يعني هيطلع معايا كام؟ 2 ماينس 1 ب 1، 8 ماينس 4 ب 4، يعني ربع. يبقى السلوب قيمته ربع، معناه رو على اريا، ريزستيفيتي اوفر الاريا. طب انا بعمل الكلام ده ليه بقى؟ همسح بقى الكلام ده خالص واكتب لك في الاخر السلوب خلاص ايكوال ربع ايكوال رو اي على اريا، ريزستيفيتي على الاريا. وهروح اشوف بقى هو طالب مني ايه. تعال نشوف اول سؤال. The resistance of the wire at length 6 meter. دي مش محتاجة للسلوب في حاجة. ليه؟ لان انا ممكن من على الجراف اجي عند 6 متر واطلع كده واشوف هو قيمته كام. دي طريقة. الطريقة التانية ان انا يبقى معايا الاريا والريزستيفيتي وهو مديك اللينس تحسب الريزستنس. بس فين بقى الريزستيفيتي؟ مش معايا الريزستيفيتي، ده هو اصلا طالبها مني. تعالى بقى نشوف هنحسبها ازاي. مش انا قلت لك ان الرو على الاريا بربع اللي هو السلوب، والراجل اوريدي مديك الاريا 0.1، يبقى ممكن من هنا احسب الريزستيفيتي ولا لا؟ يبقى تاني كده السلوب معناه رو على اريا قيمته كوارتر. طب 1 اوفر 4 ايكوال الرو على الاريا، معاك الاريا؟ اه معايا الاريا 0.1 سنتيمتر سكوير. اعوض بقى هنا، يلا يبقى هكتب هنا ايه؟ رو ديفايدد 0.1 تايم 10 باور نيجاتيف كام؟ 4 سنتيمتر لمتر تايم 10 باور نيجاتيف 2، انما سنتيمتر سكوير تايم 10 للمتر سكوير تايم 10 باور نيجاتيف 4. طيب اعرف اعمل كروس مالتيبليكيشن من هنا واحسب قيمه الريزستيفيتي، تطلع 0.1 تايم 10 باور نيجاتيف 4 ديفايدد ال 4، وتشوف تطلع معاك كام على الكالكوليتر. انت كده حسبت الريزستيفيتي. ممكن ارجع الاول واحد تاني، معلش احلها بالطريقه الثانيه، ان انت الار ايكوال رو ال على اريا. الرو خلاص حسبناها، اللينس مديهولك ب 6، الاريا مديها لك فوق اهي، فممكن تعوض في القانون وتجيبها. يبقى يا اما هتجيبها لي على الرسمه يا اما هتجيبها لي بالقانون. رقم 3 عايز الكوندكتيفيتي. طب انا مذاكر ان الكوندكتيفيتي اصلا 1 على الريزستيفيتي، 1 على الرو اي، فالرقم اللي جبناه هنا هن ايه؟ هنقلبه. تعال نشوف بقى الكلام المكتوب. The slope of any graph has a physical meaning، لمعنى has a mathematical value، لقيمة. أي جراف في المنهج chapter 1 2 3 4 5 6 أول حاجة تعملها في الجراف تروح تحسب لي السلوب mathematical value والسلوب physical meaning. طيب وانت كمان الملحوظة رقم 2، وانت دايما داخل على الجراف لازم تبص لي على الاكسس بتاعك، تبص لي على اليونت،
هو باليونت الاس اي يونت اللي انت شغال بيها يعني بالمتر ولا كيلو متر ولا ملي متر ولا ايه نظامه بالظبط، لانه بيحبوا جدا يعملوا الحركه دي فينا في الامتحانات، يدي لك يونت كده يبقى الجراف سهل وجميل، ويدي لك يونت كده ايه في الجراف انت ما بتاخدش بالك منها، طبعا تطلع حالا انا قفلت يا مستر، تلاقي نفسك غلط في تحويله هبله جدا مثلا ملي او كيلو او ايا كان. فدايما لازم لما تخش على الجراف ثلاث خطوات، تحسب فيزيكال مينينج، ماثيماتيكال فاليو، تبص لي على الجراف نفسه في تحويلات ولا ما فيش. تعال نشوف مع بعض يلا. الفيزيكال مينينج احسبه ازاي؟ الفيزيكال مينينج واي على اكس ار على ال هيبقى لي من القانون رو على اري زي ما لسه عاملها من شويه، يبقى الار ايكوال رولا. يا مستر انا محتاج احسب ار على ال وادي لي ال دي الناحيه الثانيه هيبقى لك ايه؟ رو على اريا. يبقى الاسلوب معناه رو على اريا. كده خلصنا من الايه؟ من الفيزيكال مينينج. طب ازاي احسب الماثيماتيكال فاليو؟ باخد اي نقطتين، انا خدت ال2 وال1 واللي بيقابلهم من الاكس اكسس، ال2 بيقابلها ال8 وال1 بيقابلها ال4، يبقى 2 ماينس 1 على 8 ماينس 4 طلع معايا كوارتر. ده كده مين؟ الماثيماتيكال فاليو. خلاص اعرف بقى احسب طبعا الرو، لان قلنا خلاص الاسلوب عباره عن ايه؟ رو على اريا وقيمته بتساوي كوارتر، واعرف اعمل كروس مالتيبليكيشن. اللي حضرتك معاك الاريا فوق اهي، لسه حلها من شويه، معاك الاريا فوق اهي 0.1، نعوض بيها ونحسب مين؟ ونحسب الرو. اوكي غلطه بس مني يا شباب ان انا ما حسبتش الكوندكتيفيتي، يبقى انت هنا كان طالب منك ايه؟ الريزستيفيتي ريزيستنس والريزستيفيتي والكوندكتيفيتي. خلاص انا حسبت لك بقى الريزستنس والريزستيفيتي، فاضل لي بس الكوندكتيفيتي. الكوندكتيفيتي قلت لك ان هي مقلوب الريزستيفيتي، يبقى هتكتب على الكالكوليتر 1 على 2.5 تايم 10 باور نيجاتيف 6 اوم نيجاتيف 1 متر نيجاتيف 1. دي بس غلطه مبقاه في الملزمه. تعال نشوف سؤال كمان. In those graph shows the relation between the potential difference V and the current intensity I for two wires A and B of the same material. نفس المادة، الاثنين مثلا معمولين من الكابر، نفس اللينس اللي هم نفس اللينس، constant temperature نفس درجة الحرارة، خلاص مثبت لك كل حاجة اهو، ما عدا مين طبعا الاريا. Which conductor has larger resistance؟ مين عنده مقاومة أكبر؟ قلت لك قبل ما أخش على السؤال لازم أروح للجراف، أبص على الفيزيكال كوانتي، أبص على الفيزيكال فاليو، أبص على الماثيماتيكال فاليو وأشوف التحويلات ولا لأ. هنا طبعًا مفيش أرقام، مفيش تحويلات، خلاص مش مشكلة. أشوف بقى الفيزيكال إيه؟ الفيزيكال مينينج. لما تقسم لي الـ V على الـ I ده يدينا إيه؟ عندنا قانون في المنهج اسمه أومز لو، خدناه المرة اللي فاتت وهنتكلم لسه عليه بالتفصيل النهاردة والمرة الجاية. بس هو دوره يعني الحصه الاساسيه بتاعته المره الجايه الحصه الثالثه. ال V equal I في R لما تودي لي ال I الناحيه الثانيه يبقى لك مين؟ ال R. يبقى الاسلوب بيعبر عن مين؟ بيعبر عن ال R الريزستنس. فاكر لما قلت لك بقى اللي عنده زاويه اكبر عنده سلوب اكتر؟ فاكر لما قلت لك اللي عنده سيتا اكبر عنده سلوب اكبر؟ طيب مين بقى اللي عنده سلوب اكتر؟ ايه ولا بي؟ تعال نبص على الانجل اعرف منين الانجل. الانجل مع الاكس اكسس الواير الاورنج ده عامل انجل قد ايه؟ والله كل اللي انا بلونه ده. طب والتاني؟ هي الانجل دي بس اللي هو الواير اللبني بيعمل الحته دي بس. مين عنده انجل كبيره؟ واير ايه يبقى عنده سلوب كبير. السلوب معناه ريزيستنس، يبقى عنده ريزيستنس كبير. يبقى ويتش واير هاز ا لارج ريزيستنس؟ هقول له واير اي وخلاص بقى عرفنا ليه. طيب الحته بقى اللي جايه دي اللي تهمني اللي هو ويتش كوندكتور عنده لارجر كروس سكشنال اريا. السي اس دي يا جماعه اختصار لكروس سكشنال، تخن السلك. انهي واحد عنده اريا اكبر؟ افتكر لي بقى كده القانون اللي بيربط ما بين الريزيستنس والاريا، خدناه المره اللي فاتت كان بيقول ايه القانون ده؟ الار ايكوال رو لا. ايه علاقة بقى الريزيستنس بالاريا؟ علاقة انفرس. وايه علاقة الاسلوب بالريزيستنس؟ دايركت، ما الاسلوب هو الريزيستنس اصلا. الاسلوب هو الريزيستنس. يبقى طالما
الريزيستنس والسلوب زمايل وحبايب مع بعض، بس الار والاريا عكس بعض، يبقى السلوب والاريا عكس بعض. السلوب هو الريزيستنس والريزيستنس عكس الاريا، يبقى السلوب برضو عكس الايه؟ عكس الاريا. يبقى اللي عنده هو عايز ايه؟ اكبر اريا. بص كده عامل ايه بالاسهم اهي، اكبر اريا يعني اصغر ريزيستنس، اصغر ريزيستنس يعني اصغر سلوب. هتكتبها لي كده وتحلها بالطريقه دي على مهلك. هتكتب السلوب قيمته ار، القانون بتاعه رو الى الاريا. اعرف القانون بين الار والاريا انفرس، خلاص الاريا الكبيره معناها ريزيستنس قليله معناها سلوب قليل. يبقى اجابه السؤال هو انت عايز مني اعلى ريزيستنس على اريا، يبقى هيكون واير بي. ليه يعني واير بي؟ عشان واير بي قلنا عنده اكبر سيتا، يبقى السيتا بتاعت اي اكبر من السيتا بتاعت بي. دي بس غلطه يا جماعه معلش. وبالتالي السلوب بتاع اي اكبر من السلوب بتاع بي، وعرفنا ان السلوب معناه ريزيستنس، يبقى ريزيستنس اي اكبر من ريزيستنس بي. الجزء الثاني والاخير، بما ان ريزيستنس اي اكبر من ريزيستنس بي، يبقى اريا بي اكبر من اريا اي. دي طريقه ثانيه برضو، بس انا بفضل انك تفكر بالطريقه دي. اوكي، يبقى واير بي عنده مقاومه اقل، يبقى عنده اريا اكبر. تعال بقى نبدا بالايه، بدايه الجد بقى. كل اللي فات ده كان كده حاجات دلع خفيف، تعال نخش في الجد. جزء برضو ممتع ومكمل محتاجينه، مكمل معانا لحد ان شاء الله تشابتر 4. الكونكتنج ريزيستورز، طريقه التوصيل، الكونكشنز، اوصل ازاي. عندنا في المنهج طريقه توصيل، طريقتين توصيل. عندنا في المنهج كام طريقه؟ طريقتين. طريقه اسمها السيريس، طريقه اسمها البارالل. في طرق تانية في، مش عليك بقى، انت اللي عليك السيريس والبارالل. ايه السيريس وايه البارالل دول؟ تعالى يا سيدي كده نبدا واحده واحده، ندي امثله ونحاول نتخيلها مع بعض. تعالى نفترض ان انا النهارده صحيت، فطرت كويس وشربت برضو الايس كوفي بتاعي كده وظبطت دنيتي، بقى جوايا انرجي 100 جول، بس خلاص بقى هتكلم بالفولت، لان يعني انت عرفت ان البوتنشال ديفرنس الفي هي انرجي عشان الحاجه من مكان لمكان. فانا كمستر باسل صحيت فطرت كويس ونزلت من البيت، انا نازل معايا كام؟ معايا 100 فولت. رحت عملت كذا مشوار، والمشوار ده مشوار ورا التاني ورا التالت. اول مشوار عملته سي مثلا استهلك مني 30، خلصت المشوار الاولاني قمت رايح للمشوار اللي بعده قمت عامل مثلا 40، صرفت مجهود 40. كنت مثلا بخلص ورق بقى، بشتري حاجات، بجهز حاجات، كل ده بياخد مني مجهود. اما اطلع سلالم وانزل في سلالم واروح واجري واركب مواصلات واعمل، كل ده بياخد منك ايه؟ انرجي. يبقى انا كنت نازل من البيت مع 100 جول او 100 فولت. عديت على المشوار الاول صرفت منه كذا، المشوار الثاني صرفت كذا، المشوار الثالث صرفت برضه 30. رجعت البيت خلاص بقى مش قادر، ما فيش اي طاقه خالص، زيرو. يبقى انا كل اللقطات دي كلها طول ما انا هنا كده ماشي هنا كده معايا زيرو فولت. بس وانا خارج من البيت في الصبح كنت نازل معايا كام؟ 100 فولت. يبقى وانا خارج كنت شايل 100 فولت، 100 جول طاقه. عديت على كذا مشوار وفي كل مشوار بصرف مجهود وبصرف فلوس، فالطاقه اللي معايا عماله تقل والفلوس اللي معايا عماله تقل، لغايه ما رجعت البيت تاني بقى معايا كام؟ زيرو. دخلت البيت بقى شحنت، اكلت كويس، ظبطت دنيتي، دخلت ريحت شويه وقمت نازل تاني بقى معايا 100 جول تاني او 100 فولت تاني، ونزلت برضو اتحرك في مشاوير تاني. الحركه دي انك تعمل المشاوير ورا بعضها او تعمل المجهود ورا بعض، الطريقه دي بنسميها سيريس كونكشن، سيريس ورا بعض كده سلسله. تعال نشوف بقى ازاي بنعمل السيريس دي. بنجيب باتري، والباتري دي بنوصلها مع سويتش بالمنظر ده، ويبقى عندي هنا ريزيستنس 2 3 وممكن عدد لا نهائي بقى كتير بقى، بس خلينا في 3 دلوقتي. وبنقفل السويتش كده، قفلت السويتش عشان الكهرباء تمشي.
الاي هيخرج منين؟ هيخرج من البوزيتيف ويفضل ماشي كده في حاله، مكمل 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 مكمل، هيعدي على المقاومه الاولى ريزيستنس نمبر 1. المقاومه دي يعني لمبه، يعني شاحن، يعني تكييف، يعني مروحه، اي حاجه بتسحب ايه؟ بتسحب انرجي. تعال نقول ان هي لمبه، هيعدي على لمبه رقم 1 دي اسمها ار 1، دي اسمها ار 2، دي اسمها ار 3. عدى عليها خلاص، قام مكمل برضو طريقه زي ما هو، معدي على ار 2 قام مكمل طريقه برضو زي ما هو، عدى على ار 3 قام مكمل مكمل مكمل، وفضل تاني ايه؟ يلف بالشكل ده. ده اسمه ايه؟ اسمه ان الاي سيم ان اول ريزيستورز، يعني هو نفس الاي اللي هيعدي على الثلاثه. زي من شويه لما كنت بعمل مشاوير كنت انا نفس الشخص اللي بيعدي على الثلاث مشاوير او الثلاث اماكن اللي بخلص فيهم الورق بتاعي مثلا. اوكي، عدي على الاسم الاول، بعد كده مش عارف المرور، بعد كده مش عارف فين، وهكذا. انت نفس الشخص، هو نفس الاي اللي عمال يعدي على الثلاث لمض، هو اللي هينور الثلاث لمض. دي اول حاجه عايزين نعرفها. تاني حاجه عايزين نعرفها ايه بقى؟ الكابتن ده شايل على ظهره وهو خارج الفولت اللي مع الباتري، وليكن الباتري دي 100 فولت زي المثال اللي قلته من شويه. هو خارج من هنا كتشارج كالكترونز بقى شايلين على ظهرهم كام؟ 100 فولت. حضرتك موصل اللمبه الاولى دي اخذت منك وليكن 20 فولت، يبقى سحبت منك كام؟ 20. يبقى وانت في النقطه دي وانت هنا كان معاك كام؟ كان معايا 100 فولت يا مستر. اللمبه سحبت مني كام عشان اللمبه تنور؟ خدت مني 20. بقيت انا واقف هنا معايا كام؟ مين ده اللي واقف هنا؟ اللي هو الاي، يعني الاي هو ماشي عمال يصرف، عمال يدي انرجي، يدي فولتج. بقيت واقف انا معايا كام؟ معايا 80. يبقى انا كنت ماشي ب 100 صرفت هنا 20، بنسميها فولتج دروب، يعني الجزء اللي فقدته او وقع مني جوه الريزيستنس دي. طيب ليه؟ عشان في الاخر لما تنور بديها ال 20 فولت بتوعها عشان تنور. طيب لما عديت على اللمبه الثانيه، فرضا ان اللمبه الثانيه دي خدت منك برضو 50، يبقى انت بقيت واقف هنا معاك كام؟ ما هو انت كنت واقف هنا معاك 80، اللمبه دي خدت منك 50، يبقى انت بقيت واقف هنا معاك كام؟ بقيت واقف هنا معايا 50 ماينس 80 ماينس 50 30، 30 فولت. من المؤكد ان انت واقف هنا معاك 0 فولت، دايما الجزء اللي متوصل بالنيجاتيف ده بالنيجاتيف بتاع الباتري 0 فولت، خلاص وصلت معاكش حاجه. فاكيد اللمبه دي خدت كام؟ اللي اتبقى اللي هو كام؟ 30. يبقى هنا عايز اقول لك كلمه مهمه قوي، ان الفولت بتاع الباتري، الفولت التوتال حصل له ايه؟ عمال ايه؟ يتقسم ديفايدد. يبقى بكتب ان الفي از ديفايدد، الفولت بيتقسم، والكونسبت ده مهم جدا جدا جدا. يبقى الفولت بيتقسم، اكتبها ازاي كماثيماتيكال ريليشن؟ بقول ان الفي توتال كل الفولت اللي عندي اللي في الحاله دي هو فولت البطاريه كله بيكوال كام؟ في 1 بلس في 2 بلس في 3، ولو كان في لمبه ثالثه ورابعه وخمسه هزودهم معايا. يبقى التوتال بوتنشال بتاع الباتري اتقسم على السيركت امتى؟ لما توصلهم سيريز، لما توصلهم ورا بعض. زي بالظبط كده ان انت نازل من البيت في جيبك مثلا 100 جنيه ونازل خارج مع اصحابك. اول حاجه رحت اكلته مثلا الاول صرفت مثلا في الاكله دي 50 جنيه، بعد كده مش عارف رحت المكان الفلاني البلاي ستيشن صرفت مثلا مش عارف 30 جنيه، بعد كده في الاخر مثلا ركبت اوبر وروحت البيت ب 20 جنيه، يبقى انا صرفت 50 ثم 30 ثم 20، ال 100 اللي كانت معاك اتقسمت على الحاجات اللي انت عملتها في اليوم، يبقى مجموع اللي انت صرفته اكيد هو اللي كان معاك في الاول، صح؟ نازل من البيت ب 100 جنيه صرفت ال 100 جنيه، مش هتنفع ترجع البيت معاك اكتر، مظبوط؟ وقلنا طبعا هننزل لازم تصرف كل حاجه، فانت دلوقتي لو خارج ب 100 لازم لما هترجع لي هنا هترجع خلاص صرف كل اللي معاك. انت بابا لو اداك 100 جنيه مش هترجع ما باقي منهم حاجه، هتصرفهم كلهم. نفس القصه، الاي وهو خارج من الباتري معاه الفولت بتاع الباتري ده دلوقتي اللي هو الفي، وليكن 100،
عدى على اللمبه الاولى استهلكت منه 20، يبقى انت الاول اول مشروب خد مني 20 بقى معايا 80، تاني لمبه خدت مني 50 بقى معايا 30، تالت لمبه خدت مني 30 بقى يبقى انا معايا هنا كام؟ صفر. رجعت البيت تاني، البطاريه تشحن الاي، تديله فلوس تاني، تديله انرجي تاني، تديله 100 فولت تاني، فياخد هنا 100 فولت تاني ويرجع ايه يقسمهم، يبقى الاي عمال يلف كده. فالاي از سيم ان اول ريزيستورز، هو هو نفس الاي. يعني عايز اقول لك ان ده لو كانت قيمته 2 امبير يبقى المقاومه الاولى معدي عليها 2 امبير، والريزيستنس الثانيه 2 امبير، والريزيستنس الثالثه 3 2 امبير برضو، يبقى كل ريزيستنس منهم معدي عليها كام؟ 2 امبير. اوكي، انما كل واحده سحبت مني كام بوتنشال ديفرنس؟ والله بقى على حسب، على حسب ايه بقى بالظبط؟ فاكر المره اللي فاتت لما قلنا الفي ايكوال اي في ار؟ طب ما انا لسه قايل لك ان الاي از سيم، الاي هو هو، يبقى الاي مش هو اللي هيحدد مين هياخد فولت اعلى، امال مين اللي يحدد بقى؟ ها الريزيستنس. كل ما الريزيستنس كانت كبيره كل ما كان الفولت كبير. يبقى كده من قرايتك كده المثال اللي انا قلته ده، اللمبه دي واخده 30، اللمبه دي واخده 50، اللمبه دي واخده 20، فين ذا لارجست ريزيستنس؟ اكبر واحده فين؟ اكيد طبعا اللي خدت مني 50. اوكي، ثم ار 3 ثم ار 1. يبقى تعالى نشوف كده مع بعض. اول حاجه خالص السيريس كونكشن، التوتال بوتنشال ديفرنس ماله؟ is the sum of all the voltage differences across the resistors in series، وده القانون بتاعها. قلت بقى ده هسميه physical concept، physical concept number one، عشان انا عايزك تفتكره لي بس بالاسم ده عشان احتاجه كمان شويه. يبقى ايه هو physical concept number one؟ physical concept number 1 ان البوتنشال ديفرنس بيتقسم في السيريس، كلام منطقي. تاني حاجه ان الكرنت از سيم ان اول ريزيستورز، ده برضو كلام بسيط. الكرنت هو زي ما قلنا، زي لما انت خرجت كده مع اصحابك، هو نفس الشخص، انت كنفس، انت نفس البني ادم، نفس الشخص اللي رحت معاهم البلاي ستيشن، رحت معاهم القهوه، رحت معاهم السينما، رحت معاهم مش عارف فين، وكل مره كنت بتروح مكان الفلوس اللي معاك عماله ايه تقل لانك عمال تصرف. نفس القصة، الاي هو نفس الاي اللي هيعدي على كل اللمبة اللي بتوصلها سيريز. اوكي، بس الانرجي اللي معاه، البوتنشال ديفرنس اللي معاه عمال ايه يقل، انما هو هو نفس الاي. اوكي، طب بنوصلهم ازاي؟ تعال نشوف الاول التجربة اللي زي دي كده. عندنا هنا باتري سويتش، هنا بقى عرفنا السهم ده خلاص قلنا اسمه ايه، ريوستات او فاريبل ريزيستنس، وعندك ثلاثة ريزيستنس متوصلين جنب بعض، يبقى كده متوصلين سيريز. هوصل اميتر عشان يقرا لي الاي، فاكر لما قلت لك ان في جهاز اسمه اميتر بيقرا الاي، هوصله جنب الباتري يبقى كده هيقرا لي الاي. الكارنت هيمشي كده، هيجي هنا هيخش هنا على طول في ار 1 وفي ار 2 وفي ار 3 ويكمل ويرجع. مستر طب ايه الفرع اللي فوق ده؟ الفرع اللي فوق ده اسمه ديفايس، اسمه فولت ميتر، بيقرا البوتنشال ديفرنس. اوكي، على حسب هو متوصل فين، متوصل من هنا لهنا، يبقى هو بيقرا الفولت اللي في الحته دي كلها، هنتكلم بالتفصيل عليها برضو الحصه اللي جايه، بس انت حاليا اكنك مش شايفه، يعني اكني راسمها لك كده، بص كده بس، اكني راسمها لك كده بس، مالكش دعوه باي سلوك تاني. يبقى ده اسمه فولت ميتر، مفيش كهرباء هتخش له دلوقتي، بيقرا ايه الفولت اللي هنا كله. طب في 1 متركب على مين؟ متركب على اول ريزيستنس بس، يبقى بيقرا الفولت بتاع اول ريزيستنس بس. طب وفي 2 متركب على الار الثانيه، يبقى بيقرا الفولت بتاع الار الثانيه، وهكذا. وهنتكلم بالتفصيل الممل في ليكتشر 3 الحصه الجايه ان شاء الله في كل قرايه الفولت ميتر كلها، حوالي 10 حالات هنتكلم فيهم كلهم. طيب عرفنا خلاص ان البوتنشال بيتقسم، اقدر ان انا اشيل كل في واكتب مكانها اي في ار، يبقى عندي في توتال ايكوال في 1 بلس في 2 بلس في 3، وكل فولت باي في ار. في توتال يبقى اي توتال في الار توتال، في 1 اي 1 ار 1، في 2 اي 2 ار 2، في 3 اي 3 ار 3.
سمستر انت عمال تقول اي 1 واي 2 اي 3 بس مش بتكتبها ليه؟ لان انا قلت لك الاي سيم، الاي اللي هيخرج من هنا هو هو اللي هيعدي وعمال يلف كده، عمال يلف في كل الايه، في كل السيركت زي ما شفنا فوق هنا كده، هو هو نفس الاي، فالاي كونستنت. فهعمل ايه؟ هكنسله خالص، هاجي كده في المعادله بتاعتي واشيل الاي من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، عملت المعادله كلها ديفايد الاي وكنسلته، بقى عندي ايه؟ ان الار توتال بنسميها بقى ار اكويفالنت ايكوال كام؟ ار 1 بلس ار 2 بلس ار 3. ايه بقى قصه الار اكويفالنت دي؟ ار اكويفالنت دي يا سيدي يعني المقاومه اللي ممكن تبدل مكان كل المقاومات اللي موجوده. يعني انا فوق هنا كان عندي كام مقاومه؟ 3. كام ريزيستور؟ 3. عايز اشيلهم واحط واحده بس، بس الواحده دي لما اضيفها ما تغيرليش اي حاجه في السيركت، ولا تغير لي انرجي، ولا تغير لي باور، ولا تغير لي كارنت، ولا تغير لي فولت، مش عايز تغير لي حاجه، عشان كده بنسميها ايكويفالنت، مكافاه ليهم. اعملها ازاي؟ اجمعهم بس، اعمله بلس. انا اثبت لك القانون بس انت خلاص بقى مش لازم تعرف الاثبات، انت تبقى فاهم خلاص ان في السيريز بتعمل ايه. بروح اجمعهم عشان اجيب الار ايكويفالنت او بنسميها ار توتال، تجمع كل الار اللي عندك. عندي سبيشال كيس كده لازم ابقى عارفها، افترض ان الثلاثه جنب بعض، وافترض ان الثلاثه بيساوي 5، كلهم 5، 5 اوم 5 اوم 5 اوم. بقول لك هات لي الار ايكويفالنت، ممكن تعمل ايه؟ 5 بلس 5 بلس 5. طب افرض بقى كانوا 50 واحده، تيجي انت بقى على الكالكوليتر تكتب 5 بلس 5 بلس 5 لمده 50 مره؟ لا، خلاص هنعمل ايه؟ الواحده منهم تايمز عددهم، يبقى هما كام واحده مثلا؟ 50 واحد. طب قيمة الواحدة كام؟ 5. وتشوف كام اوم. يبقى الار ايكويفالنت في حالة ان هم كلهم ايكوال ان في ار، الواحدة منهم في عددهم، هم بقى 2 3 20 100 whatever. اوكي؟ يبقى ان كيس اوف ايكوال ريزيستورز متوصلين سيريس، الار ايكويفالنت بتاعتهم ان في ار. ار دي مقاومة الواحدة منهم، ان ده العدد بتاعهم. طيب نوت ذات ذا ايكويفالنت ريزيستنس ان سيريس كونكشن مالها يا سيدي؟ لارجر ذان ذا لارجست ريزيستور ان سيريس كونكشن او ان ذا كومبينيشن. يعني ايه الكلام ده؟ تعال نالف مثلا مساله كده، هجيب لك ثلاث مقاومات، واحده فيهم 1 اوم والثانيه 2 اوم والثانيه 3 اوم والثالثه 3 اوم 1 اوم 2 اوم 3 اوم. فين اكبر واحده فيهم؟ واضحه جدا ان هي 3 اوم. انا لما اوصلهم سيريس هيديني كام؟ تعال نجرب. والله انت قلت لي يا مستر انك لو هتوصل سيريس قلت لي الار ايكويفالنت بجمعهم 1 و2 بيبقوا 3، 3 و3 6. ايه دي ال6 اوم دي مش اكبر من اكبر واحده فيهم؟ اه دي بس المعلومه اللي عايز اقولها لك، ان السيريس كونكشن بتكبر الريزيستنس. ما منطقي، ما انت عملت تعملهم بلس ار 1 بلس ار 2 بلس ار 3، يبقى زي ايكويفالنت ريزيستنس اهي. ايوه مالها بقى يا سيدي؟ اكبر من اكبر، لارجر ذان ذا لارجست ريزيستور، اكبر من اكبر ار، مجموعهم في السيريس طلع اكيد اكبر من الثلاثه. كلام منطقي. هو انت ليه يا مستر ممكن تعمل اصلا سيريس كونكشن؟ يا سيدي اوقات بيبقى عندنا مقاومات صغيرة عايزين نعمل منها مقاومة واحدة بس كبيرة، يبقى in order to obtain a large resistance out of a bunch of small resistors بوصلهم سيريس. عندي كذا مقاومة قيمتها صغيرة وانا هدفي بعمل سيركت معينة يا سيدي، بصنع حاجة معينة ومحتاج فيها مقاومة كبيرة، وكل اللي حلتي مقاومات صغيرة، اوصلهم ازاي؟ اوصلهم سيريس عشان المقاومة تكبر. يبقى to obtain a large resistance out of a bunch of small resistance. لو مش عارف من ايه بانش، يعني كميه شويه حبه سمول ريزيستورز كده، شويه سمول ريزيستورز. طيب عندنا هنا نقطتين كده برضو، تو نوتس صغيرين كده. فاكر لما قلت لك في الحصه اللي فاتت ان الار دايركت مع اللينس؟ فاكر المثال بتاع الشارع بالمطبات بالحفر؟ كل ما الشارع كان بيزيد طوله
كل ما المقاومة كانت بتزيد مش كده، المضربات كانت بتزيد والحفر كانت بتزيد، يبقى اللينس لما بيزيد الار بتزيد، اللينس لما بيزيد الار بتزيد. طب ليه؟ بيقول لك يا سيدي علشان it's considered as a group of resistors connected in series. هعتبر السلك ده عبارة عن كذا مقاومة متوصلين ازاي؟ متوصلين في حالة سيريس. تعال نشوف ده واير اهو مثلا، هقطعه حتت او هتخيل ان هو عبارة عن حتت، حتة كده وحتة كده وحتة كده، كل حتة منهم بواحد اوم مثلا، واحد اوم واحد اوم واحد اوم، وكأنهم بقى متوصلين سيريس ورا بعض كده اهو. يبقى السلك كل ما يطول كل ما المقاومة تزيد، لاني بتخيله اكنه مش هو عبارة عن قطع صغيرة متوصلة جنب بعضها، جنب بعضها بقى دي اسمها سيريس. يبقى كل ما السلك يطول كل ما الريزنس بتزيد. ليه؟ عشان it's considered to be a group of resistor connected in series. هعتبر ان السلك ده عبارة عن قطع صغيرة متوصلة جنب بعض في حالة سيريس. طيب هو ليه المقاومة في السيريس هاي؟ ليه بتكون كبيرة؟ ليه بتكون لارج؟ منطقي قوي اللي انت بتعمل ايه؟ بتعمل عملية سميشن ليهم كلهم. يعني لو عندي 1 اوم 2 اوم 3 اوم 4 اوم بعملهم بلس، ففي النهاية يبقى عندك 2 اوم مثلا، يبقى اذا الار ايكويفالنت اكبر من اي واحدة فيهم، لان انا كده كده بعملهم ايه؟ بعملهم كلهم بلس. اتفهمت كده الحتة دي؟ يبقى جزئية ان ليه لما السلك بيطول الار بتزيد. انت طبعا المرة فاتت فهمناها خاص كتخيل وكفيزيكس كده، انا فهمت اه طبعا كل ما اللينس يزيد كل ما هقابل فريكشن اكتر، كل ما الالكترون بتاعي او الكهرباء بتاعتي وهي ماشية هيحصل لها كوليجنز اكتر وفريكشن اكتر، وبالتالي المقاومة بتزيد. طيب لو هشرح لك بقى بلغة الكونكشنز، بتخيل ان هو عبارة عن قطع صغيرة متوصلة جنب بعضها سيريس، فبعمل لهم بلس. يبقى كل ما السلك يطول كل ما بزود حاجات تانية سيريس جنبها فالمقاومة بتزيد. طيب تعالى نشوف كده مع بعض اشكال السيريس عامله ازاي. السيريس كونكشن شود بي او كود بي سوري، ممكن تلاقي ما بين كل اثنين ريزيستنس باتري، يعني تلاقيهم على خط كده مستقيم واحد بس فيهم باتري ينفع. ممكن يبقوا خط بس خط عامل مثلا انجل كده او كده او حتى كده. طبعا هفرقه ازاي؟ يعني هتفرقه من الاي از سيم، يعني الاي وهو ماشي ما قابلش قدامه كذا فرع، لا هو المقاومتين كانوا على نفس الطريق. بص كده لو هنا كان في كهرباء ماشيه عدت على ار1 وكملت كملت، عدت على ار2 كملت تاني، يبقى نفس الاي عدى على الاثنين ار، يبقى الاثنين دول سيريس. طب هنا كارنت جاي كده عدى على دي خلاص ومكمل مكمل 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 وعدى على دي برده خلاص، يبقى الاثنين دول سيريس. طب وهنا بقى الكارنت جاي منين؟ جاي كده قام نزل كده اه خلاص برده سيريس. طالما الكرنت لسه ما اتقسمش يبقى الاثنين دول سيريس، وهو هو نفس الاي المعدي عليه ويبقى سيريس. ممكن طبعا تبقى كده برضو هيجي هنا كده هيعدي على دي وينزل، هو عدى على اول واحده اهو ونزل كده عدى على الثانيه، يبقى الاثنين دول ايه؟ يبقى الاثنين دول سيريس. تعال نشوف سؤال كده بسيط. عندي 4 و1 و9 كونكتد ان سيريس، احسب لي التوتال او الايكويفالنت. والله شكلها عامل كده، اوصلهم جنب بعض وطبعا الايكويفالنت انا ايه اجمعهم، يبقى 1 بلس 4 بلس 9 تبقى 14 اوم، انت اجمعهم بلس. طيب سؤال كمان، the resistor R consumes 5 فولت then the volt meter reading is. طيب انا قلت لك هشرح بالتفصيل الممل الفولت ميتر ريدنج ان شاء الله المره الجايه، ولكن السؤال ده مش عايز منه تحديدا يعني ازاي تحسبها، بس عايزك تطبق لي الفيزيكال كونسبت نمبر 1 اللي قلت لك عليه فوق. الفيزيكال كونسبت نمبر 1، فاكر لما قلت لك ان البوتنشال بيتقسم في السيريس هو الفولت كله كام؟ 8، وقال لي ان الار بتاخد كام؟ 5، دي خدت مني 5، يبقى المقاومه الثانيه خدت كام؟ وانت مغمض كده بالعقل كده اللي معايا كله 8 والار دي خدت 5، اتبقى كام؟ اتبقى كام من 8؟ اتبقى 3. هيروحوا فين؟ هيروحوا للمقاومه دي، يبقى اذا المقاومه دي عليها 3 فولت، يبقى الفولت ميتر هيقرا 3 فولت، يبقى الاجابه
3 فولت. يبقى التوتال اللي معايا 8 وبقسمه على الاثنين. انا كتبها لك هنا ازاي اهو، الفي توتال ايكوال في 1 بلس في 2، يعني 8 بتساوي 5 زائد حاجه، الحاجه دي كام؟ 3. يبقى 3 يروحوا فين؟ يروحوا هنا. اوكي، لانه البوتنشال بيتقسم في السيريس. كلام منطقي. تعال نشوف السؤال اللي بعده. في السيريس كونكشن اوف ريزيستورز ليد تو نوت ان ذا توتال ريزيستنس، بتؤدي الى ايه؟ بتزود الريزنس ولا بتقللها ولا مش بتغيرها؟ الاجابه طبعا بتزودها. السيريس كونكشن بتزود الريزيستنس، لان احنا بنعمل لهم ايه؟ بنعمل لهم بلس زي ما انت شفت من شويه. سؤال كمان. تو لامبس ار1 وار2 متوصلين في حاله سيريس، ولكن خد بالك ان ار1 اكبر من ار2. طيب يبقى انهي واحده تنور اكتر؟ تعال نشوف كده. لو انا عندي لمبتين ار1 وار2 وار1 اكبر من ار2، هو مبدئيا كده كده هو نفس الكارنت. عرفت منين يا مستر؟ ما هو قال لي الاثنين متوصلين ازاي؟ سيريس، فنفس الاي معدي عليهم، فخلاص فكك منه ما تكلمنيش على الاي. يبقى الفي ايكوال اي في ار، مالكش دعوه بالاي لان الاي سيريا في السيريس ثابت، او هو هو مالكش دعوه بالاي. اللي عنده مقاومه كبيره هيبقى عنده فولت كبير، او دلوقتي هقولها لك هينور اكتر. تعالى نتكلم بقانون الباور. الباور هو اللي له علاقه بالاضاءه. انت لما بتشتري لمبه مثلا 100 واط ولمبه 200 واط، انا بتنور اكتر ال 200 واط لانها بتحرق اكتر في نفس الايه؟ في نفس الثانيه. يبقى هكتب ان الاي سكوير في ار. قلت لك الاي مالكش دعوه بيه، خلاص ثابت، هو نفس الاي اللي بيعدي عليه هما الاثنين. دي بتاخد نفس الاي ودي نفس الاي، يبقى مش هو اللي هيحدد مين الكبير، هو مين اللي هيحدد الار؟ الار لما تبقى كبيره الباور يبقى كبير. باور يبقى كونسيومنج انرجي اكتر يبقى برايتنس اكتر. كونسيومنج انرجي اكتر يبقى برايتنس اكتر. يبقى لما يسالك على الاضاءه اكنه بيسالك على الباور. فانا قمت كاتب على طول الباور ايكوال اي سكوير في ار، فاللي عنده ار كبير عنده باور كبير. او بطريقه ثانيه الفي اي في ار، فاللي عنده ار كبير عنده برضه في كبير. يبقى البرايتنس بتاعت ار1 هتبقى اكبر من البرايتنس بتاعت ار2. طريقه بقى التوصيل الثانيه يا شباب اللي هي اسمها البارل. فاكر المثال اللي قلت لك من شويه ان انا نزلت اعمل شويه مشاوير كده، وكل شويه كنت بروح مشوار ورا الثاني ورا الثالث. البارل بقى هي اكني رحت مكان، المكان ده هخلص فيه مشاويري كلها مره واحده. يعني هو النازله بتاعتي على المكان ده هو نفس المجهود اللي هعمله، نفس الفولت، نفس الفي، نفس المشوار، نفس الفلوس اللي دافع في نفس المكان، خلاص مكان واحد هيخلص لي كل الورق بتاعي او كل المشاوير بتاعتي، مش بقى مشوار ورا مشوار ورا مشوار. فالبارل بنلاقي ان هما كذا ريزيستنس متوصلين مع بعض بطريقه معينه. الطريقه دي ان هما يكونوا نفس الستارت ونفس الاند، مشتركين في البدايه ومشتركين في النهايه، نفس الاطراف، نفس البدايه نفس النهايه، سيم ستارت سيم اند. تعال نشوف كده مثلا حاجه زي هنا. هتلاقي كده ان الار 1 دي، لو هنغير بس اللون كده عشان انتوا مش شايفين، ار 1 دي بدايتها لو انت مشيت معاها كده هتلاقيها في النهايه هي النقطه دي، تعال نسميها نقطه رقم 1. طب وار 2 برضو ايه؟ نفس النقطه، بدايتها نفس النقطه. ار 3 بدايتها نفس النقطه. يبقى هما الثلاثه مشتركين في الستارت اللي هما ايه؟ ار 1 اللي هي بوينت نمبر 1. طيب والنهايه بوينت نمبر 2، هتلاقي ان الار 1 اخرها ال2، ار2 اخرها ال2، ار3 اخرها ال2. يبقى فعلا اشتركوا مع بعض في نفس الاند، يبقى سيم ستارت سيم اند. ده تعريف البارل، يبقى مشتركين في التيرمينالز، في الاطراف، في البدايه وفي النهايه. حاجه كمان بنلاحظها في البارل، بتلاقي الكرنت خارج من البوزيتيف كده مكمل طريقه، هيجي عند النقطه دي بقى هيلاقي قدامه كذا برانش، كذا واير ممكن يمشي فيه، كذا طريق ممكن يمشي فيه، فبيقسم نفسه، بيتقسم على بنفس عدد الحواري اللي قدامه والبرانشات اللي قدامه. يعني هو لما جه هنا لقى قدامه كام طريق؟ 3 1 2 3. اللي فوق ده مالكش دعوه بيه، الفي مالناش دعوه بيه خالص، كانك مش شايفه اصلا،
الوير اللي فوق ده مش موجود، فانا هشيله فوق كده اهو كانك مش شايفه. يبقى الاي هيتقسم على كام فرع؟ فرع واثنين وثلاثة. عايز احسب بقى هنا حاجه اسمها الايكويفالنت ريزيستنس، دول اجمعهم ازاي؟ يعني ازاي احط مكانهم، ازاي اشيلهم واحط مكانهم واحده بس ايكويفالنت ليهم من غير ما اتغير لي في الاي ولا في الفي ولا في الباور ولا في الانرجي ولا في اي حاجه، كان يعملش حاجه، بس شلت الثلاثه وحطيت مكانهم واحده بس. ازاي نعمل ده؟ تاني حاجه قلت لك ان الاي هيجي هنا يتقسم، عايزك تحسب لي قرايه كل ديفايس من دول، مش الاميتر بيقرا الاي، عايز يعرف فيه قد ايه هيخش هنا. يعني مثلا عشان تبقى فاهم، كرنت جاي من هنا ب 10 امبير، كم امبير بقى هنا دخلوا في ار 1، كم امبير دخلوا في ار 2، كم امبير دخلوا في ار 3، عايز اقسمهم. يبقى هدفي هنا ان انا عايز اعرف الار ايكويفالنت، وعايز احسب الاي ان ايتش برانش، الاي في كل فرع فيهم بكام. تعالى بقى نشوف حاجه حاجه. مبدئيا قلت لك ان هم سيم ستارت سيم اند، وطالما سيم ستارت سيم اند يبقى هم الاثنين، او سوري هم الثلاثه عليهم نفس البوتنشال ديفرنس. يبقى اول فيزيكال او تاني فيزيكال كونسبت انا عايزه، تاني فيزيكال كونسبت انا عايزه انه البوتنشال ديفرنس از كونستنت في البارالل. البوتنشال ديفرنس ماله؟ كونستنت في البارالل. فاكر ان في السيس كان بيحصل له ايه؟ كان بيتقسم مجهودي لما نزلت اخلص شويه ورقيات حكوميه كده، نزلت بمكان وثم مكان ثم مكان، طلعت مثلا على المرور، بعد كده مش عارف على الاسم، بعد كده مش عارف على محكمه ولا مش عارف الشهر العقاري والكلام ده، كذا ايه كذا مشوار على بعض. ممكن بقى اروح مكان تاني بارل، مكان واحد هصرف فيه مجهودي كل مره واحده، يبقى البوتنشال بتاعي هو نفس البوتنشال اللي خلصت فيه كل الورق. انما في الاول لا، اضطريت على الاسم الاول، خلصت اطلع مش عارف على المحكمه تاني، اخلص اطلع مش عارف على المرور، وهكذا كذا مشوار ورا بعض، سيريس كونكشن. فالطاقه اللي في جسمي والفلوس اللي في جيبي عماله تتقسم عليهم كلهم، كل شويه عماله تقل. انما في البارالل كلهم متجمعين في مكان واحد. يبقى كلمه البوتنشال از كونستنت في البارالل ده ينطبق على البارالل كونكشن بس. طب تاني حاجه بلاقي ان الاي از ديفايدد، منطقي، ما هو الاي لما يجي هنا هيلاقي قدامه كذا ايه، كذا طريق، فبيقسم نفسه بقى. اوكي طيب، يبقى لو انت واخد بالك عكس السيريس، السيريس كان الاي سيم والفي ديفايدد، في البارالل بقى العكس، تلاقي ان الفي كونستنت والاي هو اللي ديفايدد. متفقين؟ تعال ناخد مثال عشان تفهم. هيبقى عندي كده هيبقى عندنا مثلا كده باتري، الباتري دي برضو 100 فولت، هنا ريزيستنس نمبر 1، ريزيستنس نمبر 2، ريزيستنس نمبر 3، ار 1 ار 2 ار 3، كل واحده من دول عليها كام فولت؟ عليها 100. يبقى دي هتاخد كام فولت؟ 100 فولت. طب ودي كام فولت؟ برضو 100 فولت. ودي كام فولت؟ برضو 100 فولت. يبقى كلهم عليهم نفس ال 100. اوكي؟ لان هما الثلاثه مشتركين في البدايه ومشتركين في النهايه، فهم الثلاثه بارلل. يبقى الفولت اللي هنا هو اللي هنا هو اللي هنا. اتفقنا؟ طيب افرض دلوقتي قمت انا حطيت هنا، افرض ان انا حطيت هنا ريزيستنس، وبقى عندي هنا اتنين كده اهو، الاتنين دول بارلل، وقلت لك ان دي خدت مني، انا اللي لك في السؤال، ان دي واخده مني 80 فولت، المقاومه رقم واحد دي سحبت مني 80، خدت 80، نصيبها 80، ار 2 وار 3 يبقى عليهم كام؟ هو اصلا ايه علاقه الار 1 بالمجموعه دي؟ متوصله معاهم ايه؟ متوصله معاهم سيريس، يعني ده جنب ده جنب بعض سيريس، فالفولت بيتقسم في السيريس. طب 100 ماينس 80 ايكوال كام؟ ايكوال 20. يبقى انت كنت خارج من هنا معاك 100، معاك 100، صرفت 80 على ار 1، يبقى لك كام وانت واقف هنا كده؟ يبقى لك ال 20. مين ياخد ال 20 دول؟ الاثنين دول. يبقى دي عليها كام؟ 20 فولت، ودي عليها كام؟ 20 فولت، نفس ال 20 فولت.
ما بتقولش بقى 20 و20 يبقوا 40 40 و80 يبقى 100 و20 اللي هو اكتر من السورس اصلا. لا هي نفس 20 20 دي هي 20 دي لان هما الاثنين نفس البدايه ونفس النهايه نفس التيرمينالز سيم ستارت سيم اند. اوكي يبقى ده مع حته ان البوتنشال ثابت في البارالل. تعالى بقى نرجع تاني للقانون. بما ان الاي بيتقسم يبقى الاي توتال ايكوال اي 1 بلس اي 2 بلس اي 3. لما يجي عند النقطه الزرقاء دي هيتقسم لكام فرع؟ ثلاث فروع اي 1 اي 2 اي 3. يبقى الاي ايكوال اي 1 بلس اي 1 بلس اي 2 بلس اي 3. كل اي في على ار لان انا عارف ان الفي ايكوال اي في ار فيبقى من هنا كده الاي في على ار. انا بثبتها لك عشان تبقى فاهم جيت منين ان انت مش تحفظ الكلام ده. الاي بكام بقى؟ في بس دي اي توتال يبقى في توتال على ار توتال اللي سميناها ايه؟ ايكويفالنت. اي 1 هي في 1 على ار 1 في 2 على ار 2 هي في 3 على R3. هو انا ليه مش بكتب V1 V2 V3 لان هما الثلاثه متوصلين ايه يا جماعه؟ متوصلين بارلل. وطالما متوصلين بارلل يبقى عليهم نفس الفولت. يبقى الفولت التوتال هو هو V1 هو هو V2 هو هو V3 فهكنسله خالص. فيبقى عندي شكل القانون عامل ازاي؟ 1 over ال R equivalent. ما انت انت شلت ال V بس سبت واحد مكانه equal 1 على R1 plus 1 على R2 plus 1 على R3 and so on. يبقى ازاي بحسب الـ equivalent resistance؟ ازاي بقى اشيل الثلاثة دول واحط مكانهم واحدة بس اعوض في القانون ده؟ بس خد بالك ان القانون ده بيحسب واحد على R equivalent. انت عايز الـ R equivalent فبعد ما هتطلع الانسر على الكالكوليتر هتشقلب الاجابة. اديك مثال عشان تفهم. افترض معايا دلوقتي ان دي بستة ودي بتلاتة ودي باتنين او خلي دي ستة برضو. تحسبهم ازاي؟ هتعوض في القانون. واحد على R equivalent equal و 1 over 6 plus 1 over 3 plus 1 over 6 هيطلع لك على الكالكوليتر كام؟ هيطلع لك على الكالكوليتر 2 over 3. دي الإجابة؟ لا أنا عايز ده الواحد على R equivalent. أنا عايز مين؟ R equivalent. يبقى لازم تشقلب الأنسر. يبقى تقول لي كده R equivalent equal 3 over 2 أوم. طبعا يبقى ما تنساش إنك بعد بتحسب القانون ده لازم تشقلب الأنسر. لازم تشقلب الأنسر لان ال1 اوفر مش ده اللي انا عايزه. انا عايز الار ايكويفالنت مش 1 اوفر ار ايكويفالنت. دي اول حاجه. طيب في طريقه تانية ظريفه. يعني افرض ان هما اتنين بس مقاومتين بس اللي بارلل وليكن مثلا حاجه زي كده اهي 3 اوم ومثلا 3 اوم سواء ايكوال او مش ايكوال. يعني خليها 6 يا سيدي. حاضر اهي خليها 6. عايز احسبهم بارلل. ممكن تعوض هنا برضو عادي. يعني ممكن اكتبها كده 1 على 3 زائد 1 على 6 هيطلع لك 1 على 2. يبقى ال1 اوفر الار ايكويفالنت ب1 على 2. انا عايز الار ايكويفالنت يبقى اشقلب الكلام ده هيطلع 2. دي طريقه. الطريقه الثانيه ان انا بعمل برودكت على الصم. البرودكت بتاعهم على الصم بتاعهم. يبقى الـ R equivalent على طول مش بقى 1 over 3 في 6 على 3 plus 6 هيطلع لك الانسر على طول 2. يبقى انت مش لسه هتعمل 1 over وتشقلب. بس القانون ده لمين؟ لمقاومتين بس R1 في R2 على R1 plus R2 ده اللي هو product على الصم. حاجة كمان افرض بقى ان هما كلهم equal. يعني عندي مثلا كذا واحدة بالمنظر ده 3 3 3 3 وهكذا بقى. يعني 50 واحده. مش هقدر ارسم بقى 50 واحده طبعا بس عندي عدد كبير جدا عندي كتير وكلهم ايكوال.
الار ايكويفالنت هنا بكام؟ بالواحده منهم على عددهم. ار ايكويفالنت هنا ار على ان، يعني مثلا 3 على 50، عشان انا قلت لك ان هم 50 واحده، يبقى الواحده منهم بكام؟ ب 3 ب 3. هم كلهم كام واحده؟ انا قايل لك في الشرط ان هم 50 واحده، يبقى اقسم على 50، 3 على 50. ده امتى؟ لما يكونوا ايكوال، لما يكونوا ايكوال بس. طب البارل كونكشن دي بستفاد منها في ايه؟ البارل كونكشن بستفاد منها انها بتصغر الار ايكويفالنت، بتصغر السمول، بتصغر ريزيستنس. بيبقى عندي مجموعه من اللارج ريزيستورز بحصل منهم على ريزيستنس صغيره جدا. لو انت واخد بالك من الحسابات بتاعتي هنا، لما حسبت الستة والثلاثة والستة، اصغر واحده فيهم اللي هي مين؟ اللي هي الثلاثة. لما جيت خدتهم بارلل طلع لي الار ايكويفالنت بكام؟ باتنين. يعني الار ايكويفالنت في البارلل اصغر من اصغر مقاومه في الكومباينيشن بتاعت البارلل. يعني الار ايكويفالنت طلع بكام؟ باتنين. اصغر من مين؟ من اقل واحده فيهم. مين اقل واحده فيهم؟ الثلاثه. يبقى اصغر من اصغر واحده. يبقى في السيريس الار ايكويفالنت اكبر من اكبر ار، وفي البارلل اصغر من اصغر ار. اتفقنا؟ يبقى انا عندي في البارلل الايكويفالنت بتاعتي اصغر من اصغر ريزيستنس، زي المثال اللي سالك من شويه. وبنعملها ليه؟ عشان اوبتين سمول ريزيستنس. ببقى عايز اصغر المقاومات، وعندي مقاومات كبيره قوي وعايز اصغرهم، اعمل ايه؟ اوصلهم بارلل. وطبعا برضو ليها اهداف ثانيه هنشوفها برضو دلوقتي. زي مثلا انت في البيت، في البيت بوصل التوصيلات بارلل. ليه؟ عشان وانت في البيت عايز مثلا تفتح التكييف في اوضتك ما يقفلش في مكان تاني، تقفل التكييف في اوضتك ما يقفلش في مكان تاني، تفتح النور في اوضتك او تقفله ما يقفلش في مكان تاني، صح؟ يبقى هتفتح السويتش في مكان ما يفصلش الكهرباء عن مكان تاني. يبقى to keep the voltage in constant، ده اول حاجه، الكلهم يوصل لهم نفس الفولت، وبالتالي كل واحد تسحب الكهرباء اللي هي عايزاها. تاني حاجه ال current is divided. طب divided ليه؟ so when the current is cut off on one device the other devices still working. مثلا انت لمبه ضربت عندك في الاوضه، تبقى بقيت الشقه شغاله عادي، كل حاجه مستقله لوحدها، زي المشترك كده بالظبط. في كذا ايه؟ في كذا مكان تدخل فيه الفيش بتاعت الكهرباء. طب انت شيل موصل مروحه وموصل تكييف، موصل مروحه وموصل مكوى وموصل مثلا الشاحن موبايلك، شلت الشاحن تفضل المروحه شغاله. ما يبقاش لو فصلت كهرباء عن جهاز واحد كل جهاز تفصل، لا يبقى كله شغال. يبقى انا بوصلهم بارلل ليه؟ عشان كله ياخد نفس الفولت، وبالتالي والحاجه الثانيه ان الكرنت اتقسم فكله يبقى شغال بشكل منفصل. الكهرباء قطعت في مكان، جهاز باظ، جهاز اتحرق، يبقى الباقي ايه؟ يبقى الباقي شغال ملوش علاقه بالثاني. طيب ايه كمان؟ ان الكتريك سيركتس المتوصله بارلل بنلاقي ثيك وايرز ار يوزد ات ذا اند اوف ذا باتري وليس ثيك وايرز يوزد ات ذا تيرمينال اوف ايتش ريزيستنس. يعني بتلاقي كده السلوك وهي داخله على البيت او داخله على العماره بتاعتي بقى ليها سلوك كهرباء تخينه، بس جوه البيت لما يجي كهربائي كده يصلح لنا لمبه ولا حاجه تلاقي الكهرباء السلوك اللي في الحيطه لا رفيعه مش اتخن حاجه. اللي جايه من الشارع بره بتلاقي تخينه جدا، انما اللي جوه البيت بتلاقي لا رفيعه عادي جدا. لو هرسمها لك هنا، ده السورس بتاعي وعندي كذا ريزيستنس بارلل. الكرنت اللي خارج من الباتري كرنت كبير اي توتال، فلازم السلوك دي تبقى سلوك ايه؟ تخينه. اشمعنى يعني؟ عشان عارفين ان السلوك التخينه بتعمل ايه؟ مقاومتها صغيره. او بطريقه تانية سلوك التخينه تتحمل الكرنت كتير، زي مثلا سلك التكييف، سلك التكييف سلك تخين بيشيل كرنت كتير، انما سلك المروحه اصغر شويه. طب لما اجي بقى عند المروحه فروع بقى، لما اجي اقسم السلك العمومي ده اللي كان جاي من الشارع وجاي تحت العماره كده، سلك تخين يخش بقى جوه البيت يبدا يتفرع لكذا سلك رفيع، يبقى الكرنت از ماكسيمم اكبر ما يمكن عند الباتري، وبالتالي انا محتاج سلوك تخينه. ثيك وايرز ار يوزد عشان مقاومتهم ايه؟ مقاومتهم قليله، فالكرنت يمشي براحته عادي. انما لما اجي عند البرانشز بلاقي بقى ان انا عندي مقاومات صغيره، فعادي ممكن يبقى الكرنت برده صغير، مش لازم يبقى ايه؟ مش لازم يبقى السلك تخين، فالكرنت يمشي عادي براحته. يبقى بستخدم ليس ثيك، سلوك ارفع شويه. اوكي؟ كلام برده منطقي. طيب
زي equivalent resistance is small في حالة البارل. لما بتيجي توصلهم parallel بتلاقي ان المقاومة بتصغر. طب ليه؟ علشان انت بتعمل submission للreciprocal. submission للreciprocal بتعمل 1 over 1 over مثلا 2 plus 1 over 3 plus 1 over 4 وهكذا. يعني هي مثلا بتكون مقاومة 2 مقاومة 3 مقاومة 4 2 ohm 3 ohm 4 ohm. لما تيجي تجمعهم parallel بتجمعهم بالطريقة دي وكده قلنا بنقلب الانسر. فهتلاقي ان الانسر دايما اصغر من اصغر حتى فيهم. فعشان كده البارل بت ايه؟ بتصغر مش بتكبر. طيب لو هتكلم على السلك ليه لما الاريا ليه الريزيستنس بتزيد لما الاريا بتقل او العكس ليه الريزيستنس بتقل لما الاريا بتزيد؟ كل ما السلك يتخن المقاومه بتقل. اخدناها فيزيكلي المره اللي فاتت قلنا بقى ان الشرع لما يوسع او السلك لما يبقى واسع الكرنت يمشي براحته والفريكشن يقل. ولكن في حاله نشرحها بطريقه الكونكشنز بقول لك اني بتخيل السلك التخين ده هو عباره عن كذا مقاومه متوصلين ازاي بارلل لبعض. هتخيلوا ان السلك التخين كذا مقاومه بارلل لبعضيهم ليهم نفس البدايه وليهم نفس النهايه وبالتالي المقاومه بتصغر. يبقى انا بتخيله على انه كذا ريزيستنس متوصلين ازاي متوصلين في حالة بارل. اجي النقطة مهمة هنا نقطة الباور. علاقة الباور مع الريزيستنس تعتمد بشكل اساسي على الكونكشن. ممكن استخدم اي قانون بس في قوانين يعني يفضل انك تستخدمها على طول في الايه في الكونكشن دي. سيريس استخدم ده بارل استخدم ده. تعال نشوف في البارل كونكشن انت عارف ان الاي كونستنت فياريت تفكر بالقانون ده لان الاي هيبقى ايه ساعتها ثابت. طب والاي لما يبقى ثابت العلاقه بين الباور والار ايه؟ علاقه دايركت. لما الار تزيد الباور يزيد وبالتالي المقاومه الكبيره قوي هي اللي هتنور قوي هي اللي عندها باور عالي. طب في حاله البارلل ايه اللي ثابت؟ الفولت. فيا ريت تفكر بالقانون ده في سكوير على الار. فالفولت ماله ثابت. يبقى ايه علاقه الباور بالريزيستنس؟ انفرس. يبقى الريزيستنس الكبيره عندها باور قليل يبقى اصغر ريزيستنس هي اللي عندها اعلى باور. يعني عكس هنا. يبقى في حاله السيريس الباور دايركت مع الار. في حاله البارلل الباور انفرس مع الار. طيب تعال بقى نتكلم على توزيع الكارنت. هنسميها ايه؟ كارنت ان برانش او كارنت ديفايدر. الكارنت لما يتقسم على كذا فرع احسبها ازاي؟ دلوقتي حضرتك عارف ان لو عندي كذا ريزيستنس فكلهم لو متوصلين بارلل هم عليهم نفس الفولت. فالاي توتال لما يجي عند النقطه دي كده هيتقسم هنا يخش ايه؟ هيخش لي هنا ايه؟ اي 1 وهنا اي 2 وهنا اي 3. دي كان اسمها ايه؟ ار 1 ودي ار 2 ودي ار 3. فانا عايز احسب الكرنت في كل واحد فيهم. وانا قايل لك من شويه ان كلهم عليهم نفس الايه؟ نفس الفولت. يعني تعالى نسمي بس ده الاول كده في. يبقى الاي 1 بيساوي كام؟ V على R1. طب تعال نتكلم على I2. V على R2 هي نفس ال V. يعني لو ده كان مثلا بخمسة يبقى 5 divided R1 5 divided R2 5 divided R3 هي نفس الفولت. البوتنشال ثابت في البارل. دي تاني مهمة تاني نقطة مهمة جدا. I3 V على R3. دي طريقة انت ممكن تحسب بيها لو كان معاك الفي. افرض بقى انت معاكش الفي وده اغلب الحاجات اللي بنشوفها. بص يا سيدي هنعمل ايه؟ هقول تريك ظريف قوي كده. هو انت مش بارلل دي ولدي يبقى الفولت هنا بارلل ايكوال هنا ايكوال هنا يبقى التلاته بارلل. فالفولت هنا ايكوال هنا ايكوال هنا ايكوال للفولت التوتال اللي عليهم كلهم. يعني دلوقتي لما اجي الم دول كلهم كده في مقاومه واحده هرسمها مثلا كده. هكتبها R equivalent.
تعالى بس الاول كده نحط هنا مقاومه تانية هحتاجها كمان شويه هسميها ار 4. انا هلم الثلاثه دول مع بعض بس ار 4 دي لوحدها ماليش دعوه بيها خليها هنا دلوقتي. مين اللي داخل هنا؟ اي 1 اي توتال سوري. فالفولت على الار 1 هو الفولت اللي على الار 2 هو الفولت اللي على الار 3 هو الفولت على الار ايكويفالنت بتاعتهم هم الثلاثه لان هم الثلاثه بارل فالفولت ثابت. يعني هم دلوقتي واقعين ما بين ايه؟ ما بين النقطه رقم 1 والنقطه رقم 2. تعال نسمي دي 1 ونسمي دي 2. برضو لما تفعصهم كده في مقاومه واحده هتبقى المقاومه بتاعتهم دي ما بين برضو نقطه رقم 1 وما بين برضو نقطه رقم 2 تمام. فيبقى الفولت هنا هو هنا هو هنا هو اللي على الايكويفالنت بتاعته. تعالى بقى نستخدم الكلام ده. يبقى القانون اللي هشتغل بيه عامل ازاي على طول؟ ركز معايا كده. اي 1 ار 1 ده كده ايه؟ اي 1 ار 1 اللي هو ايه؟ الفولت اللي هنا. جبت لي الفولت بتاع دي بس، اللمبه اللي فوق دي بس. طب ما هو هو اللي تحتيها، يعني هو هو اي 2 ار 2 اللي هو هو اي 3 ار 3. بس خلاص بقى ما يهمنيش بقى دلوقتي. ونفس الكلام لو كان في هنا تاني وتالت ورابع وهكذا، يبقى كلهم لو بارل كل الفولت ايكوال. النقطه بقى اللي تهمني ايكوال لمين؟ الجزء ده اي توتال ار ايكويفالنت. تعالى بقى ناخد دول مع بعض كده ونتكلم عليهم. يبقى انا عايزك تعرفي في الاخر ايه؟ ان الاي توتال او سوري هكتبها لك بالترتيب زي ما احنا كنا ماشيين. اي 1 ار 1 ايكوال اي توتال ار توتال. ده القانون اللي انت هتشتغل بيه عشان تقسم بيه الكهرباء. ده ما فيهوش فولت. انا قلت لك لو في فولت كان معاك ب 5 فولت مثلا، 5 على ار 1، 5 على ار 2، 5 على ار 3، عرفناها خلاص شكرا. بتيجي اب تيجي وموجوده وكل حاجه. بس الاغلبيه الصعب اللي هو ما يدكش اصلا فولت ويديك بس الاي اللي داخل ويقول لك يلا قسمه لي. فتقسمه ازاي؟ بالطريقه دي. هناخد مثال حل. يبقى اي 1 ار 1 الفولت اللي هنا ايكوال اي توتال ار توتال اللي هو الفولت عليهم كلهم على المقاومات دي كلها مع بعض. اوكي؟ ومالكش دعوه بدي. يعني سيريس ماليش دعوه بيها خالص. تعالى كده نشوف مثال عشان تفهمني. هنا في 10 امبير واحد اوم، اثنين اوم، ثلاثة اوم، أربعة اوم. الكرنت ال 10 اوم ده 10 امبير سوري ده هيجي عند النقطة دي ويبدأ ان هو ايه؟ يتقسم حبة هنا، حبة هنا، حبة هنا. هات لي بقى اي 1 اللي هو اللي فوق خالص. القانون بيقول ايه؟ القانون بيقول اي 1 ار 1 ايكوال اي توتال ار توتال. بس المستر كان دايما بيجي عند الار توتال دي ويقول لي انها بتاعت مين؟ بتاعت البارلل بس. تعالى نشوف بقى. يلا نعوض. اي 1 هو الكرنت اللي انا عايز اعرفه اللي هو اللي في الفرع اللي فوق. ار 1 مقاومه الفرع اللي انا عايزه اللي هو ال 1. اي توتال الكرنت اللي داخل يتقسم اللي داخل يتقسم اللي هو ال 10. ار ايكويفالنت توتال اللي هم دول مع بعض. بص كده اللي هم دول. هتحسب لي دول على الكالكليتر وتكتبهم هنا. تعالى نحسبها على جنب كده. الار ايكويفالنت 1 1 على 1 زائد 1 على 2 زائد 1 على 3 ونشوف بكام على الكالكليتر. هتحسبها هتلاقيها جت معاك 11 اوفر 6. هل دي الار ايكويفالنت؟ لا دي 1 على الار ايكويفالنت. فانا عايز الار ايكويفالنت. طلعت كام؟ 6 على ال 11. اقلبها بقى. انت بتشقلب الانسر دايما، خد بالك لو استنت القانون ده لازم تشقلب الانسر. هرجع بقى هنا اعوض بقى تاني معلش. اي 1 الكرنت اللي انت عايزه، ار 1 مقاومه الاي اللي انت عايزه، اي توتال الكرنت اللي داخل يتقسم،
ار توتال مقاومه البارلل بس، مقاومه البارلل بس اللي هم دول. وانا بحسب حسبت ال1 وال2 وال3 الاربعهم دي انا ما خدتهاش في حساباتي، مش دعوه بيها. لما احسبهم بارلل تلاقي لي كام؟ 11 على 6 اقلب الانسر بالار ايكويفالنت 6 على 11. يبقى الاي 1 بكام؟ 6 على 11 في 10 هيطلع معاك 10 في 6 اوفر 11 هيطلع معاك 5.45 امبير. يبقى ال 10 امبير دول تقريبا 5.5 هيخشوا فين؟ في اي 1. 5.45 يخشوا هنا والباقي يتقسم هنا. هات لي يا مستر اي 2، تعال نحسب اي 2. I2 هقول I2 في R2 equal I total في ال R total بتاعت مين؟ ال parallel. I2 الكرنت اللي أنا عايزه في المقاومة التانية، R2 اللي هي باتنين، I total الكرنت اللي داخل يتقسم اللي هو العشر. ال R equivalent بتاعت ال parallel جبناها بستة على 11. يبقى احسب ten six over 11 في 10 ده تمز ده، واللي يطلع اعمل له divided 2 يبقى 6 over 11 times 10 divided 2 هيطلع الانسر معاك ان الاي 2 ده بيكوال 2.727 امبير. كده انت عرفت يتوزع ازاي الكهرباء. نفس القصه الاي 3 على فكره، اي 3 ار 3 ايكوال اي توتال ار توتال، بس الار توتال بتاعت البارل كونكشن. تلاقيني كده كنت بسترس على حته بقول لك الاي اللي داخل يتقسم، مش اي اي اللي داخل يتقسم. ليه بقول كده؟ ركز بقى معايا، المثال ده مش مكتوب عندك فاكتبه ورايا دلوقتي. بص يا سيدي، الكارنت خارج من هنا اي وقابل هنا ريزيستنس بار، وقابل هنا ريزيستنس بار، وقابل هنا ريزيستنس ار، وهنا كمان ريزيستنس ار. انا بقى عايز ايه؟ انا عايز منك الكارنت اللي فوق هنا. ركز معايا عشان الحته دي هتفهمك جدا يعني ايه، او ازاي اطبق بقى قانون ابقى فاهم خلاص كل رمز فيهم كان بيعبر عن ايه. الاي لما يجي هي عند النقطه دي هيتقسم حبه هنا وحبه ايه، حبه هنا. الحبه اللي فوق دول لما يجوا هنا يتقسم تاني. فانا بقى عايزك تجيب الاي اللي فوق خالص ده. تعالى مع بعض نحسبها يلا. اول حاجه تعالى نبسط الرسمه. الاثنين دول متوصلين ايه؟ بارل. نحسبهم ازاي؟ برودكت على الصم بقى زي ما قلنا، لو اثنين خلصهم على طول برودكت على الصم هيطلع معاك على الكالكوليتر ار على 2. ما هو ار في ار، احسبها لك واحده واحده اهي، ار في ار على ار بلس ار، ار في ار بار سكوير، ار بلس ار ب 2 ار. فالار دي هتتكنسل مع السكوير ده فيبقى عندك ار على الاثنين. مضايقك طريقه الرموز؟ مضايقك حط الار بواحد وتعامل، حط الار زي ما اتعلمنا المره اللي فاتت، حط الار ب1 ليت ان الار ايكوال 1، حط الار ب1 وعيش حياتك. واحد في واحد على واحد بلس واحد هيطلع لك نص. انا يا سيدي هعمل كده دلوقتي، يلا انا هكتب من دماغي كده اهو، يلا ليت الار ايكوال 1، وممكن اي قيمه ثانيه انت عايزها. ف 1 في 1 على 1 بلس 1 الحته دي كلها كام؟ بنص. في جنبها كام؟ 1. وهنا في كام؟ 1. وهنا كارنت خارج خلاص. تعالى بقى نطبق القانون بتاعنا، يلا. كنا بنقول ايه؟ اي 1 في ار 1 هو الاي توتال في الار توتال. برضو حتة غلاسة كده عشان افهمك اكتر، هحط هنا من عندي مقاومة كمان، بس المقاومة دي سيريس معاهم فماليش دعوة بيها.
يلا بينا. اي 1 هو الكرنت اللي انا عايزه فين؟ الكرنت اللي انا عايزه هنا فوق هنا. يلا بينا. فار 1 مقاومه الفرع كله كام؟ 1.5 ايكوال اي توتال زي ما هي اي توتال. ما هو الاي اللي داخل يتقسم او هيتقسم هنا عليهم هم الاثنين فاسمه اي بس اي او اي توتال. في الار توتال تقصد ايه بار توتال؟ ار توتال البارلل دولت مع بعض كام؟ طب ودي يا مستر ال1 دي مالكش دعوه بيها، انا ليا دعوه بالبارلل بس. همسك الكالكليتر عندي فوق كام؟ دول سيريس 1.5 انا بجمعهم بعمل بلس 1.5 مع الواحد يبقى اكتب 1.5 في 1 على 1.5 زائد 1 هيطلع لي كام؟ 3 على 5. اوكي يبقى انا عملت ايه؟ جمعت دول في مقاومه واحده وليكن مثلا كده. طلع بكام؟ 1.5 معاها بارلل مين؟ اللي هي ال1. وهنا في مين؟ مقاومه كمان ماليش دعوه بيها ب1 برضو. فلما اجي اطبق القانون بتكلم على البارلل دول خلاص، دي اللي هي 3 على 5 1.5 في 1 على 1.5 زائد 1. طيب لحد هنا فاهمين؟ هات لي بقى الاي 1 هودي الكلام ده بالايه؟ بالديفايدد. يبقى اجي على الكالكوليتر كده اكتب 3 على 5 ديفايدد 1.5 طلع لي ايه؟ 2 على 5 والايتنز زي ما هي. يعني انا كده استفدت ايه؟ ان الاي اللي كان خارج من هنا 2 اوفر 5 منه هيخش فوق. 2 اوفر 5 اي اسف مش امبير 2 اوفر 5 اي 2 اوفر 5 اي. انا لسه ما خلصتش المساله، انا عايز اعرف الاي اللي فوق مش الاي اللي هنا. انت عرفت لي اول خطوه انه اتقسم على كام فرع؟ فرعين اهو. اللي فوق بكام؟ 2 على 5 اي. طب كام بقى يخش هنا؟ كمل بقى معايا كده الكارنت اللي بيمشي كده هيجي عند النقطه الزرقاء دي ويتقسم تاني فهتطبق القانون تاني. بس نطبقه بقى ازاي؟ تعال نشوف كده، خليها قدامنا ونكتب هنا. هكتب برضو ايه؟ اي تعال بقى نسميها مثلا اي 2. هكتب مثلا اي 2 ار 2 ايكوال الاي توتال في الار توتال. ركز معايا عشان دي اهم حته والله. اي 2 هو الكرنت اللي انت عايزه فوق دلوقتي يبقى اي 2. ار 2 مقاومه الفرع اللي انا عايزه اللي انا بقى لو انت اتفقنا انها ب 1 خلاص الار ب 1 هي بقى دي الحته اللي جايه عشانها. وانا كنت بنطق اي توتال كنت بقول لك ايه؟ بقول لك الاي اللي داخل يتقسم. هو انا كاتب هنا اي توتال عارف، ما تروحش بقى تعوض لي باي، لا هتعوض ب 2 على 5 اي. ليه؟ لان ده اللي رايح يتقسم، ده اللي هيتقسم عند النقطه دي، ده اللي مشي كده اهو وهيجي هنا يتقسم على 2 خلاص. فهكتب 2 على 5 اي. انت ممكن تحط الاي على فكره ب 1 برده من دماغك عادي وتحسبها، يعني هيطلع 2 على 5 بس مش مهم يعني دلوقتي. والار توتال ركز معايا، ار توتال البارالل اللي انا داخل عليه دولت بس بكام؟ بنص. هيطلع معاك الاي 2 تحسبها على الكالكوليتر هيطلع 1 على 5 1 على 5 اي. يبقى لو انت واخد بالك الاي كان اسمه اي الاول، ده اسمه اي توتال. اتقسم عند النقطه دي على كام مره؟ اتقسم مره، جزء حبه فوق وحبه تحت. الحبه اللي فوق حسبناهم بكام؟ 2 على 5. طب الحبه اللي فوق ال 2 على 5 دول هيتقسم تاني عند النقطه دي، فنطبق القانون تاني. طبعا في طريقه تانيه انك ممكن تجيبها على طول كده بالحب، ان طالما الاثنين دول قد بعض الكرنت يتقسم منهم بالتساوي يبقى 2 على 5 وهنا دي ار ودي ار، يبقى هنا في 1 على 5 وهنا في 1 على 5. هو ده اللي انا عملته، انما انا اشتغلت ده اللي حسبتها في دماغي، يعني عملت دي في دماغي على طول، انما انا اشتغلتها معاك اكنها ارقام صعبه او رخمه او مش قد بعضها، اكنها مقاومه مش قد بعضها. فخليك فاكر انا اقصد ايه؟ اقصد بايه؟ كلمه اي
توتال اكتبها عندك لو سمحت. الاي اللي هتتقسم ودي بتاعت البارالل البارالل بس ماليش دعوه بالسيريز خلاص. طيب في طريقه برضو تانيه اعرفها من نفس القانون، يبقى القانون ده هو اللي انا هشتغل بيه في كل المسائل، بس برضو زي لما كان في الار اكويفلنت. بص كده معايا، في الار اكويفلنت كان عندنا قانون لاي عدد من الريزيستورز وقانون سبيشال كده لو كانوا مقاومتين بس. هو ده غلط يعني، مش هيطبق في مقاومتين، لا هيطبق، بس ده بينجز معاك لو كانوا مقاومتين بس. نفس القصه في عمليه الكارنت ديفايدر، القانون ده يحل معاك او يقسم معاك الاي لاي عدد من فروع الكارنت. طب لو كانوا قدامي فرعين بس بطبق ازاي؟ عندنا طريقه كده ظريفه، هثبتها لك مره عشان بس تعرف هي جت منين. بص كده، عشان قايل لك ان الاي 1 في الار 1 ايكوال الاي توتال في الار ايكويفالنت بتاعت البارل او الار توتال بتاعت البارل، فرض ان هم يا سيدي كانوا اتنين بس ار 1 وار 2. مش في الحاله دي هروح افك الاي الار توتال واكتبها برودكت على الصم، عشان متفقين ان هم اتنين بس. ممكن استخدم برودكت على الصم، يعني ار 1 في ار 2 على ار 1 بلس ار 2. تعالى بقى كده شيل لي من هنا الار 1 مع الار 1، فيبقى عندك قانون ظريف لطيف خالص كده بيقول لك ان الاي 1 اللي انت عايزها بتساوي كام؟ الار الثانيه اللي انت مش عايزها على مجموعهم في الكرنت اللي داخل يتقسم. برضو القانون ده بينجز. يبقى لو هعمل زوم كده عشان تشوف معايا، الاي اللي انت عايزه بي ايكوال الار اللي انت مش عايزها على مجموع الاثنين في الكرنت اللي داخل. عايز مثال يا مستر عشان افهم. داخل لي هنا 4 امبير وعندي هنا يا سيدي 6 اوم وعندي هنا مثلا 2 اوم. انا عايز اعرف الكرنت اللي في الستة وسميته اي واحد. تعال نعوض في القانون بتاعنا، احسبها ازاي؟ ها الاي اللي انا عايزها بتساوي كام؟ الار اللي انا مش عايزها. هو انت عايز اللي في الستة ولا اللي في الاثنين؟ انا عايز اللي في الستة. يبقى اروح اكتب 2 على مجموعهم هما الاثنين، 6 زي 2 في الكارنت اللي كام؟ في الكارنت اللي داخل هو كام؟ 4. هيطلع معاك الكالكوليتر 2 على 8 في 4 يعني هيطلع معاك 1. يبقى فهمنا القانون ان الاي 1 الاي اللي انا عايزه في الفرع اللي انا عايزه، انا عايز الفرع ده اكتب مقاومه الفرع اللي قصاده اللي هو الناحيه الثانيه اللي هو اصلا مش عايزه على مجموعهم هما الاثنين في الكرنت اللي داخل. الكلام ده جاي منين؟ اثبته لك اهو، جاي من القانون الاساسي برضو. طب هما لو ثلاثه؟ لا ما ينفعش، لازم نستخدم ده. اوكي؟ طيب ده بالنسبه للكرنت ان برانش. وعرفنا خلاص موضوع الثيك وايرز، وعرفنا خلاص موضوع الباور. تعال نشوف كده مع بعض. اول سؤال، ريزيستور كونكتد ان بارلل وذ انذر 1 اوف 300. عندنا مقاومه متوصله مع مقاومه ثانيه، والمقاومه الثانيه بكام؟ ب 300. الايكويفالنت بتاعهم ب 75. يبقى المقاومه اللي احنا مركبينها دي بكام؟ سهله خالص، هقول له ان ار في 300 على ار زائد 300 ايكوال كام؟ 75. هو انا ليه اشتغلت بالبرودكت على الصم؟ اسرع لي. وليه عملتهم برودكت على الصم؟ عشان هم متوصلين ازاي؟ بارالل.
لحد هنا هتكتبها لي على الكالكوليتر شيفت سولف وهيطلع معاك الار ب 100. انا حليتها بالطريقه التقليديه اللي هي الكروس مالتيبليكيشن. عملت ايه؟ ده في ده اللي هو هنا في واحد يعني يبقى 300 ار اهي ايكوال 75 في ار زائد 75 في 300 اهي. دخل لي بقى ال 75 دي جوه وبعد كده نودي ال 75 ار الناحيه الثانيه وتكمل بقى الالجبرا بتاعتك لغايه ما توصل لايه؟ لان الار ب 100. يبقى القصه كلها في البدايه بس ان هم ايه برودكت على الصم ايكوال 75. يبقى لو جيت اعمل لك كده بستبس عشان ما تدوش مني في ناس برضو بتبقى ايه محتاجه الخطوات البسيطه دي. يبقى هقول 300 ار ايكوال او عملت كروس ده في 1 ايكوال 75 ار بلس 75 في 300 واديني ال 75 ار الناحيه الثانيه بالماينس واحسبها لي 300 ماينس 75 ب 225. 225 ار بتساوي كام؟ الكلام ده بيساوي كام؟ 75 في 300 بكام؟ ب 2500. تعرف بقى تجيب لي الار بكام؟ ها وادي لي الكلام ده بالديفايدد يبقى الانسر ديفايدد 2 2 2 5 500 ديفايدد كام؟ ديفايدد 2 2 5. طلع لي فعلا الار بكام؟ ب 100. بس يعني انا عملت لك كده عشان في ناس علم علوم ما بتفهمش يعني بيبقى عندها مشكله في الالجبرا فعملتها لك. انما انت طبعا على الكالكوليتر لحد الستيب دي اكتبها شيفت سولف على الكالكوليتر على طول. اوكي شيفت سولف على طول. اللي بعده عندي ثلاث مقاومات 100 و150 و80 متوصلين مع بعض بارل اهو 150 و150 و80 عايز الايكويفالنت بتاعته. اجي على الكالكوليتر اكتب 1 على 100 زائد 1 على 80 زائد 1 على 150 كل ده طلع كام؟ 7 على 240. انا عايز الار ايكويفالنت مش 1 على الار ايكويفالنت فلازم اشقلب الانسر. يعني 270 على ايه؟ 240 على ايه؟ على 7. السؤال اللي بعده عندي ار 1 اكبر من ار 2 ومتوصلين بارلل يبقى الايكويفالنت بتاعهم هيكون ايكوال ار 2 ولا ايكوال لار 1 ولا اصغر من ار 2 ولا ايكوال لار 1 بلس هاف ار 2. اتفقنا مع بعض ان البارلل كونكشن اصغر من اصغر واحده. فين اصغر واحده؟ ار 1 ولا ار 2؟ ار 2. يبقى الار ايكويفالنت اصغر من ار 2. يبقى الاجابه طبعا سي. مش فاهم حط ارقام من دماغك. ار 1 ب 3 ار 2 رقم اصغر منها مثلا ب 2. ما هو قال لي ان ار 1 اكبر من ار 2 هو اللي قايل فانا هحط ار 1 برقم كبير واحسب لي كده البارل كونكشن هنا هتلاقي الانسر اصغر من رقم 2. يبقى اكتب على الكالكوليتر 3 في 2 على 3 زائد 2 هيطلع الانسر معاك هيطلع انسر اصغر من كام؟ اصغر من 2. يبقى الإجابة أصغر من R2. إيه السؤال اللي بعده؟ In the shown circuit عايز الكرنت اللي معدي في السيركت الـ I total اللي هنا وعايز الكرنت اللي معدي في الـ 2 ohm. طيب مبدئيا كده لازم عشان أجيب الـ I total لازم أجيب الـ R equivalent. أنا عارف الـ R بكام؟ أنا عندي البرانش ده النقطة دي والنقطة دي هما نفس النقطة مفيش ما بينهم حاجة يعني دي تعتبر نقطة واحدة نفس البداية كده. طيب وهنا دي هي دي لو انت واخد بالك التلاتة اوم لمسة الخط الاحمر ولمسة الخط الاخضر والستة اوم لمسة الخط الاحمر ولمسة الخط الاخضر والاتنين اوم المايلة لمسة الخط الاحمر ولمسة الخط الاخضر. يعني عايز اقول ان هما سيم ستارت سيم اند. يبقوا الثلاثه دول ايه؟ بارل. هحسبهم بارل على الكالكوليتر هيطلع لك الاجابه 1. هتقلبها 1 على 1 هي 1 هيطلعها ب 1 يبقى 1 على 3 بلس 1 على 6 بلس 1 على 2 يطلع 1 على 1 اقلبها تطلع 1. طب وبعدين امسح بقى الكلام ده وارسم كده ايه عندي هنا كام؟ 8 باتري و3 8 باتري 3 وانا خلاص لميت الثلاثه دول لميتهم على بعض فمقاومه قيمتها كام؟ قيمتها 1.
بقت المسألة سهلة خالص، بقى كلهم ايه سيريس، ما فيش فروع تانية. يبقى الثلاثة والواحد والثمانية كلهم سيريس، يبقى الار اكويفالنت اللي بعد كده اللي كلهم ايه سيريس هيطلع 12. هات لي بقى الاي. ما هو الاي يا مستر في على ار، الفولت عند حضرتك ب 24 والار عندك ب 12، يبقى كله كام؟ 2 امبير. يعني البطاريه دي مخرجه لي 2 امبير. عظيم. عايزك بقى تقسم لي الاي، عايز الاي اللي ماشي في ال 2 اوم. قلت هنعمل ايه؟ قلنا اي 1 ار 1، قلنا اي 1 ار 1 ايكوال اي توتال ار توتال بارلل كونكشن. اي 1 هو اللي انا عايزه، ار 1 مقاومه الكرنت اللي انا عايزه اللي هو الاثنين، اي توتال الكرنت اللي داخل يتقسم اللي هو الاثنين، الار توتال بتاعه البارلل بس اللي هم دول اللي طلعت معانا في الاول ب 1 يا شباب. هيطلع مع حضرتك ان الاي 1 بكام؟ ب 1 امبير برضو. خلاص جبناه اهو. وملاقي مستر اور اللي انت كاتبها دي، يعني انت ليه حلها لي بطريقه ثانيه؟ انا يا سيدي حلها لك بالطريقه اللي هي اي 1 ار 1 ايكوال اي توتال ار توتال اللي هي الثلاث فروع او اكتر. في ناس بتحب تشتغل بالكرنت ديفايدر، انا حليتها لك بالكرنت ديفايدر. بس ازاي؟ هو انت مش قلت لي يا مستر ان الكرنت ديفايدر ده لمقاومتين بس ودول ثلاثه هم بارل؟ ازاي بقى؟ هتلم لي يا سيدي اي اتنين مع بعض في مقاومة واحدة. ازاي؟ هاخد التلاتة والستة مش هما بارل، هلمهم في مقاومة واحدة بكام؟ ستة في تلاتة على برودكت على السم، سكس في سري على سكس بلس سري، هيطلع لك كام؟ هيطلع لك تو. طيب التو دي ارسمها فين؟ ارسمها مكان واحدة فيهم. فانا ممكن اقول لك ان انا شلت التلاتة دي خلاص، هي شلتها لك خالص، مسحتها، استنى امسح هنا، ودي ما بقتش ستة بقى، بقت كام؟ بقت 2. يبقى انا مسحت الستة والتلاتة وكتبت مكانهم كام؟ 2، لان الاكويفلنت بتاعهم 2. وقال يعني بقى خلاص بقى عندي مقاومتين، فاروح اطبق الكرنت ديفايدر. الكرنت اللي انا عايزه في ال2 دي بكتب المقاومة التانية على مجموعهم في الكرنت اللي داخل يتقسم، يبقى 2 اللي هي دي على 2 زائد 2 في الكرنت اللي داخل اللي هو ب 2، معلش في اتنينات كتير قوي. طيب طلع كام؟ طلع 1. في طريقه ثالثه بالحب كده، ما هو 2 و2 قد بعض، الكرنت قسم بالتساوي، هو داخل اصلا ب 2 امبير، لا قدامه 2 اوم و2 اوم، يقسم نفسه بالتساوي، هو كان 2 امبير يبقى 1 امبير و1 امبير. انا طبعا هفضل الطريقه دي عشان دول ثلاثه فاسرع على طول، انما لو اتنين استخدم كرنت ديفايدر. تعال بقى نشوف سؤال رقم 5. عايز الماكسيمم نمبر اوف لامبس، اقصى عدد من اللمبات، كل لمبه بتاخد مني كام؟ 50 واط، متوصلين مع بعض ان بارلل للبوتنشال ديفرنس او للسورس عندي 220، يعني بقى انا عندي باتري كده، الباتري دي ب 220 فولت، والماكسيمم كرنت اللي معدي ب 5 امبير. عايز اعرف اقدر اوصل هنا كام لمبه؟ كام واحد اخري؟ كام واحده؟ طيب اول حاجه تعالى نحسب الار ايكويفالنت، 220 على 5، ما الار في على اي، لما اقسم الفولت بتاع السورس على الاي بتاع السورس هيطلع لك 44 اللي هو الار ايكويفالنت. اوكي العدد النمبر ما ظهرش معانا غير في قانون واحد، الار ايكوال ار ايكويفالنت في البارلل الواحده منهم على ايه؟ على عددهم. الار ايكويفالنت جبناها ب 44، خلاص شكرا، دي كده 44 ايكوال الواحده منهم بكام؟ مش عارف. طب ممكن نعرف، مش هو دلوقتي معاك الواحده منهم بتسحب 50 واط والفولت اللي عليها 220؟ لا يا مستر، ده فولت السورس. ما هو يا حبيبي فولت السورس عليهم كلهم كونستانت في حاله البارلل، يعني مهما رسمت من عدد مقاومات كلهم عليهم 220 اللي كلهم بارل. فانا ممكن من القانون بتاع الباور، الباور ايكوال في سكوير على الار، ممكن اقول 50 ايكوال 220 سكوير على الار واجيب قيمه الار 968. يبقى انا عرفت مقاومه الواحده منهم من الباور 968.
ومعايا الايكويفالنت من الفي على الاي، كل الفي على كل الاي كده ايه، اعرف اعوض هنا واحسب عددهم كام، هيطلع 22 لمب. عندي 3 ايكويفالنت لامبس، 3 مقاومات، مره وصلتهم سيريس مره وصلتهم بارل لنفس السورس، نفس السورس يعني نفس الفي، عايز يقارن من الباور في الحالتين. طيب واحد يقول لي انا ممكن اشتغل بده وممكن اشتغل بده، انهي افضل؟ ده اشمعنى؟ عشان هو قالك ان هي نفس الباتري. دلوقتي هو لما انت توصلهم سيريس بالمنظر ده كده 3 مقامات ورا بعض مع الباتري، او مره تانية توصلهم بارلل هل الاي هنا هو الاي هنا؟ اكيد لا، لان الار اللي هنا غير اللي هنا، بس الفولت اللي هنا هو الفولت اللي هنا، يعني اللمبه دي الباتري دي هي الباتري دي، فدي هتخرج كارنت مختلف عن الكارنت اللي هيخرج من هنا عشان هي نفس البطاريه مش نفس الار. الار هنا كبيره فتخرج كارنت قليل، انما الار هنا قليله لان متوصلين بارلل فتخرج كارنت كتير، فالاي هنا مش زي هنا. فانت لازم تقارن بين حاجه يكون في كونستنت عندي يتكنسل، فهشتغل بالفي سكور على الار. يلا في حاله السيريس الباور ايكوال في سكوير على الار، هما متوصلين سيريس وهما 3، يبقى ار زائد ار زائد ار يعني 3 ار، اركنها على جنب. في حاله البارلل في سكوير على ار هما 3 ار والثلاثة ايكوال، قلت لك ار على ان يبقى ار على 3، ار على 3، وقلت لك المره اللي فاتت تفتكر لي تحت اللي تحت بيطلع فوق، يبقى 3 في سكوير على ار. تعرف بقى تعمل ريش بينهم، يبقى انا جبت الباور الاولاني وجبت الباور الثاني وعايز اقسمهم على بعض. يلا بينا تعال نقسمهم على بعض. يلا باور 1 على باور 2 في سكوير على 3 ار، 3 في سكوير على ار، ده يدينا ايه؟ هتلاقي انه الار راحت مع الار، الفي سكوير راحت مع الفي سكوير، اتبقى لك هنا كام؟ اتبقى لك هنا 1 على 3 ديفايدد 3، يعني تديني 1 على 9. طيب اللي بعده فكره سؤال جميله جدا برضو جت في الازهر وجه شبهها في 2022 الدور الاول في السيشن، بيقول لي when a potential difference 1.2 applied on a wire of cross sectional area A carry a current of 0.1. الواير formed as a square loop، يبقى انا كان عندي سلك عليه فولت معين ماشي جوه كارنت معين وعملت منه مربع وعايز يوصل، عايز الار ايكويفالنت لما يوصل السورس ما بين سيرتن تو بوينتس. تعال الاول بس نشوف مقاومه السلك كام. الار في على اي يعني 1.2 فولت على الاي ب 0.1، طلع معايا الار بكام؟ ب 12، يبقى السلك كله هو سلك مستقيم ب 12. حضرتك هتعمل منه مربع سكوير، يبقى كل سايد قد الثاني، يبقى السايد الواحد بكام؟ ب 3، انك هتعمل منه مربع وكل لينس قد اللينس اللي جنبه، يبقى هنا 3 3 3 3 يدوا لك ايه؟ يدوا لك ال 12 اللي انت عملتها. تعال بقى نوصل ما بين النقط اللي هو عايزها. بتوصل ازاي؟ بنحط اي بي سي دي، يا اما تمشي كلوك يا اما انت كلوك، يعني هسميها كده اي تبقى دي، بي تبقى دي، سي تبقى دي، دي ممكن تلف العكس، يعني ممكن تعمل كده، ده اي ده بي ده سي ده دي، ايا كان كله صح. هيوصل بين A و C، تيجي من عند A و C تطلع بايه؟ بالباتري زي ما انا عامل كده. يلا نفكر في الار ايكويفالنت، هما دول مع بعض ايه؟ الكرنت اللي داخل هنا، الكرنت اللي داخل هنا كده هو خارج من الباتري الاول، هيجي عند النقطه دي ويتقسم، يبقى الفرعين دول اكيد مع بعض بارلل، بس الفرع ده الكرنت داخل فيه I1 فضل ماشي كده ما تقسمش، يبقى الكرنت اللي عدى على الثلاثه دي هو اللي عدى على الثلاثه دي، يبقى الاثنين دول سيريس. نفس الكلام الكرنت اللي دخل هنا اللي عدى على الثلاثه دي هو اللي عدى على الثلاثه دي، يبقى الاثنين دول سيريس.
يبقى دول سيريس ودول سيريس والاثنين مع بعض بارلل، يبقى 6 و 6 3 يبقى دار ايكويفالنت بكام؟ ب 3. قال لي لا وصلها لي من الاي والبي، تعال نيجي على الاي والبي ونوصل له الباتري. دول كلهم مع بعض ايه؟ نفس الخط، يبقى كلهم سيريس مع بعض ب 9. يبقى ممكن ارسمها كده، هنا في 3 وادي الباتري يا سيدي وادي 9. ايه علاقه ال 9 بال 3؟ بارل، خدهم بارل برودكت على الصم هيطلع معاك 2.25. سؤال برضو جميل جدا بيقول لك عندي 6 electric lamps connected in parallel they work on a potential difference of 100 volt. يعني عندي 6 رمود لما وصلتهم parallel لبعض على potential difference ب 100 كل واحده وصلها 100 فاشتغلوا عادي جدا. طيب they are to be operated by another source of 200 volt. عايز يوصلهم بسورس مختلف ب 200 فولت without being burned. شو how they can be connected to fulfill this target. عايز دلوقتي يوصل اللمط دي ب 200 فولت من غير ما يحرق واحده فيهم. هم لما توصلوا ب 100 اشتغلوا والدنيا زي الفل بحيث ان كل واحده يوصل لها 100. الست كانوا متوصلين بارل، دلوقتي عايز اوصلهم بطريقه مختلفه بحيث كل واحده يوصل لها 100 بس كلهم متوصلين بسورس 200. دي بس غلطه معلش مطبعيه، دي مش 5 فولت دي 200. هنا هحتاج الفيزيكال برينسيبل نمبر 1. فاكره لما قلت لك فيزيكال برينسيبل نمبر 1 ان البوتنشال ديفرنس بيتقسم في السيريس، وفيزيكال برينسيبل نمبر 2 ان البوتنشال ثابت في البارلل. فهعمل ايه؟ هجيب لمبتين اوصلهم سيريس، بارلل مع لمبتين سيريس، بارلل مع لمبتين سيريس. يبقى كل فرع من دول وصل له كام؟ 200، لان الفرع ده بارل مع ده بارل مع ده بارل للباتري فكلهم عليهم 200. كده الفولت كونستنت في البارل يبقى كل واحد عليه 200، كل برانش عليه 200. طيب ما انا عايز اللمبه يوصل لها 100، ما عشان كده انا موصل لمبتين ايه؟ سيريس، لان الفولت بيتقسم في السيريس. فلو الفرع كله هنا واخد 200 يبقى اللمبه دي هتسحب كام؟ 100. وهي تسحب كام؟ 100. يبقى انا كده عملت فولفيل للايم بتاعه للتارجت بتاعه ومن غير ما اي لمبه فيهم بتحرق. بعد كده بقى كلام فاضي خلاص، عايز بقى منك ال بيقول لك يا سيدي كالكوليت ذا كارنت انتنسيتي. خلاص عايز الاي، الاي لو كل لمبه ب 240 اوم خلاص بقت سهل. الاي في على ار، الفي ب 200، الار بكام؟ ما هو دي 240 ودي 240 متوصلين ازاي؟ سيريس. اعمل لهم بلس 240 و240 يبقى 480. هيطلع مثلا وليكن 5 على 12، اكتب برده من عندي كده 200 على 480 5 على 12. اللي انا جبت ده اسمه ايه؟ الكرنت ان ايتش لامب، الكرنت في كل لمبه. بس اللي انا جبت ال 200 فولت قسمتهم على مقاومه الفرع الواحد اللي هي 480 اداني كرنت ان ايتش لاب. ده نفس الفكره. تعال نروح للسؤال اللي بعده رقم 10. كرنت اوف 8 ملي امبير باس ان ميتاليك كوندكتور اي بي. يبقى عندي سلك اسمه اي بي. وين انذر كوندكتور اوف سيم لينس اند سيم ماتيريال كونكتد ان بارل وذ ات ذا كرنت شود بي انكريزد تو 10. يعني لما جه يوصل سلك كمان معاه بارل الكرنت بقى بكام؟ ب 2 ملي امبير. طب هو هنا اصلا كان بيخش كام؟ 8 ملي امبير. يبقى هنا بقى في كام؟ 2 ملي امبير. الباقي ما هو 10 امبير هنا 8 يبقى هنا 2. To keep the potential difference between AB and constant عشان نضمن ان الفولت هنا ثابت، فانت تفهم من دماغك ان هنا هيعدي 8 برضه. يبقى في الاول كان معدي 8 فانا قمت موصل الحاجه هنا بارلل وبرضه حافظت على ان ده نفس الفولت، يبقى هنا برضه في 8 يبقى هنا في الباقي. هو كانت بقى ب 10 يبقى هنا في 2 الباقي. عايز الريشيو بتوين الدايمترز او الراديوس بتاع التو ويرز. كالعاده ال V هنا ايكوال ال V، يبقى ممكن اقول I1 R1 ايكوال I2 R2. الاي اللي فوق ب 8
بس ملي تايم 10 باور نيجاتيف 3 ار 1 رو ال على الاريا، رو ال على الاريا اللي هي باي ار سكوير ايكوال الاي اللي هنا اللي هو اي واي في ار، اي اللي هنا بكام؟ 2 ملي، في الار اللي هنا اللي هي رو ال على الاريا باي ار 2 سكوير. طبعا هما نفس الايه، نفس الماتيريال ونفس اللينز، شيل رو ال مع رو ال، طير الباي باي باي، طير الملي مع الملي، هيطلع عندك في الاخر ان ال8 اوفر ار 1 سكوير ايكوال ال2 اوفر الار 2 سكوير. من هنا بقى كده هات لي ار 1 سكوير على ار 2 سكوير اللي هو هتجيب دي الناحيه دي وتنزل ال2 مكانها، هيطلع هنا في 4، اعرف اعمل سكوير للناحيتين عشان اجيب ار 1 على ار 2. يا مستر انت جبت الريديوس وهو طالب الديامتر، ما قلت لك بقى هي هي لان الديامتر ايكوال 2 ار، فالديامتر 1 على الديامتر 2 هي ار 1 على ار 2 مش فرق. تعالوا بقى يا شباب نتكلم على طريقه اسمها البوينت ميثود، ان احنا نحل السيركت بشكل سريع. هدفها البوينت ميثود دي تفك لك المساله شكلها معقد كومبلكس وتسهل عليك شويه. انت ممكن ما تكونش شايف ان في بارل في المساله او في سيريس على طول، ما انت متلخبط كده ابدا منين اروح فين. فالبوينت ميثود دي هتسرع الموضوع وتفك المساله من كومبلكس تبقى ايه مساله بسيطه رب عينيك على طول تحدد مين سيريس مين بارل. بالنسبه للرولز بتاعتها، اول رول عندنا ان احنا بنسمي النقطه اللي قدام البوزيتيف باسم معين او رقم معين. يعني هاجي على السيركت الاشاره اللي النقطه اللي قدام البوزيتيف هسميها اسم او رقم، انا هسميها مثلا 1، ممكن تسميها اكس، ممكن تسميها واي، ممكن تسميها 2 3 4 اي بي سي اللي انت عايزه. فانا مثلا هنا هسميها 1. اوكي، الرول الثانيه when you pass by resistance you should change the number، هتغير الاسم لما تعدي على كومبوننت. انا سميت دي ايه؟ 1. لما عديت على ريزيستنس لازم اغير الاسم واغير الرقم واخليها 2 مثلا او 3 او ايا كان، خليها 2 عشان تبقى فاهم انا ليه غيرت الاسم. الحصه النهارده اتكلمنا في ان انا كنت مثلا نازل معايا هنا 80 فولت او 8 فولت، عديت على ريزيستنس خدت مني 2 فولت، ابقى هنا واقف معايا كام؟ 6 فولت اللي هو الباقي، عشان كده بنغير الاسم. يبقى البوتنشال قبل الريزيستنس غير بعد الريزيستنس. طيب نقطه رقم 3، when you have a short circuit or an empty wire لازم نمشي فيه الاول ولازم نعدي فيه الاول. يعني بص انا هبدا بالنقطه دي وسميها 1، عديت على الريزيستنس يبقى النقطه دي اسمها ايه؟ 2. بقيت واقف هنا قدامي كام طريق؟ يا اما انزل تحت يا اما امشي كده. لازم تمشي في الفاضي، الاولويه للسلك الفاضي، فهتسميه 2. وطبعا طول ما انت ماشي برضو السلك فاضي يبقى اسمه 2، طول ما انت ماشي اسمه 2، طول ما انت ماشي اسمه 2. يا مستر طب ما هو انا عديت على ريزست، ما هو لا انت وانت واقف هنا مشيت في الفاضي الاول فسميه 2 ثم دي 2 ثم دي 2. بنسمي ده بقى اسمه ايه؟ شورت سيركت. بيعمل ايه شورت سيركت ده؟ او بنسميها جامبر واير. السلك الفاضي ده بارلل للمقاومه، لو انت بصيت كده 2 2 والريزستنس 2 اخرها 2. فاكر لما قلت لك تعريف البارلل سيم ستارت سيم اند، نفس البدايه نفس النهايه، بدايتهم هما الاثنين 2 ونهايتهم هما الاثنين 2، يبقى دي هتتلغي مش موجوده اصلا، هنشوف حالا وهنتدرب حالا. بعد كده وي نوتس الريزيستورز اللي ليهم نفس الستارت ونفس الاند. طيب تعالى كده نشوف السبيشال كيسز او النوتس اللي عندنا. لما يكون عندي سلك فاضي بارل ريزيستنس بيلغيها، لما يكون عندي سلك فاضي بارل ريزيستنس بيلغيها، بارل باتري بيلغيها. يبقى ان كيس ان التيرمينالز اوف ريزيستور اطراف المقاومه بتاعتي اللي هي دي ودي connected with a conducting wire its value is ignored، ملوش مقاومه، زيرو اوم، بيلغي المقاومه دي. الكرنت بيمشي كده يجي عند النقطه دي عايز يتقسم، بيلاقي قدامه فرعين، فرع فاضي خالص سلك فاضي
وسلك فيه مقاومه يمشي كله في السلك الفاضي كوبري، فبيفكس للمقاومه دي خالص، بنسميها شورت سيركت او جامبر واير. ده شكلها يبقى عامل كده، يبقى الكرنت بيكمل طريقه ولا اكنه شايف المقاومه دي خالص. يبقى اي سيركت اولها زي اخرها نفس الاسم تتكنسل، اسمها جامبر واير. اللي هتلاقيها ازاي؟ سلك فاضي بارلل ريزيستنس، مش اي سلك فاضي، سلك فاضي يكون بارلل لحاجه. طيب عندنا سبيشال كيس تانية. السبيشال كيس دي والسبيشال كيس دي هما مش في المنهج، بس انت برضو تبقى عندك علم بيهم. السبيشال كيس دي بتقول لك ايه؟ لما يكون عندك الشكل ده، الشكل ده ولا في سيريس ولا في بارلل، طريقه توصيل تانية مش علينا، بس لازم تبقى عارف فكرته. لما بلاقي انه الريشيو ده الار دي ديفايدد الار دي ايكوال ده ديفايدد ده، ساعتها بنلغي الفرع اللي في النص. لما يبقى المقاومه هنا ديفايدد هنا نفس النسبه بين ده لده، بنلغي الفرع اللي في النص، فشكلها هيبقى عامل كده. الاثنين دول بارلل والاثنين دول بارلل اهو، والاثنين مع بعض طبعا ايه؟ سيريس. الكلام ده امتى؟ لو كان ده ديفايدد ده ايكوال ده ديفايدد ده، افرض جالي كلهم ايكوال، خلاص. ما هو لو كلهم ايكوال، لو هم كلهم ايكوال لبعض، يعني مثلا 1 اوم 1 اوم 1 اوم 1 اوم، ما هو برضو الشرط بتاعك هيتحقق، واحد على واحد ايكوال واحد على واحد، فده هيتلغي. طب انا مستر عايز مثال بس على موضوع ده على ده ايكوال ده على ده من غير يكون ايكوال، عايز مثال على ده. يعني مثلا يا سيدي ال 2 اوم وال 6 اوم، ال 2 ديفايد ال 6 بكام؟ 1 اوفر 3. يكون هنا في حاجه 1 اوفر 3 زي مثلا ال 9 وال 27. لو ده على ده ايكوال ده على ده زي ما 2 اوفر 6 هي هي 9 اوفر 27، دي على الكالكوليتر بكام؟ 1 اوفر 3، ودي على الكالكوليتر بكام؟ برضو 1 اوفر 3، يبقى ساعتها ده يتلغي يتشال. اسمها في الفيزيكس وينستون بريدج، ويتستون بريدج، اوكي؟ بس برضو انت مش عارفها او مش عليك اعرف بس اسمها ويتستون بريدج. طيب حاله الكيوب 3 دي شويه برضو هنشوفها في الواجب احنا بالتفصيل، بس برضو سبيشال كيس ان هم كلهم ايكوال. فلما يكونوا كلهم ايكوال الار ايكويفالنت على طول 5r اوفر 6، 5 اوفر 6 من قيمه الواحده منهم. برضو دي سبيشال كيس تبقى عارفها لمجرد العلم، هنشوفها في الواجب برضو. تعالى بقى نبدا مع بعض كده في كام مساله سولفد. عندي السيركت دي دايما بنبدا من الناحيه البعيده خالص المقفوله، لو افترض دي البتر ايه، تبدا كده من الاخر خالص. رول نمبر 1 لو في سيريس خلصوه، لو في سيريس خلصوه. نمبر 2 مش شايف بارل بقى قدامك والدنيا مش واضحه، حط النقط، حط طريقه النقط عشان تشوف بعينيك مين ليهم نفس البدايه ونفس النهايه. هنشوف مع بعض. طبعا واضح جدا ان الكرنت لما يخرج هنا هيجي هنا وايه ويتقسم، ايا كان اللي هيمشي هنا هيمشي كده هيمشي كده، يعني اللي عدى على ال 40 عدى على ال 20 عدى على ال 40، يبقى الثلاثه دول مع بعض ايه؟ سيريس. اشيلهم كلهم واحط مقاومه واحده بس بقيمتهم 40 و 20 و 40 بلس بعض سيريس ب 100. اي بقى واضح عندك بمجرد النظر بقى كده خلاص ان الاثنين دول بارل، عايز اثبات. سمي دي 1، امشي لتحت ولا اخش يمين؟ اجباري تخش يمين في السلك الفاضي، دي اسمها 1. امشي براحتك بعد كده خلاص، هنزل من هنا هتنزل من هنا، صح كله صح، تبقى دي 2، همشي كده تبقى دي 2. هتلاقي فعلا ال 100 اولها 1 واخرها 2، وال 25 اولها 1 واخرها 2، يبقى هما الاثنين سيم ستارت اللي هي 1، سيم اند اللي هي 2، يبقى الاثنين بارل، يبقى الاثنين دول مع بعض بارل. هقفلهم على بعض كده، بمسحهم هما الاثنين وارسم الايكويفالنت بتاعهم مكان واحده فيهم، يبقى 100 في 25 على 100 زائد 25 هيطلع لك 20.
ارسمها فين ال 20 دي؟ مكان واحده فيهم. امسح الاثنين وارسمها مكان واحده فيهم، فشكل الرسمه بيعمل ايه؟ بيعمل كده. طبعا خلاص واضحه 40 و20 و40 كلهم ايه؟ سيريس. السؤال اللي بعده تاني الرولز، لو في سيريس بنخلصها اول حاجه، لو في سيريس بنخلصها بعد كده، لو في بارل نخلصه، ما فيش بارل مش شايفه بعينيك استخدم طريقه النقط. برضو هنا كان واضح قوي من السيركت دي ان دولت ايه؟ سيريس مع بعض، نفس اللاين، نفس الواير، نفس الكارنت، نفس البرانش، يبقى 1 و 2 و 3 ب 6. الم الثلاثه دول في مقاومه واحده ب 6 اهي. ايه علاقه ال 6 دي بال 6 دي؟ بارل، تعال نثبتها. هبدا اسمي دي 1، هطلع فوق تبقى دي 1، هنزل تحت تبقى دي 1. ليه عملت كده؟ الاولويه للسلك الفاضي، لازم اخلص كل السلوك الفاضيه. بعد كده امشي براحتك بقى. انا مثلا هعدي الناحيه الثانيه تبقى دي 2، ما انا عديت على ريزيستنس لازم اغير الاسم. اكمل طريق ولا اطلع فوق؟ لازم تكمل في الفاضي، يبقى دي اسمها 2. اطلع فوق بقى اسمها 3، بقى اسمها 3 عشان سلك فاضي. اطلع فوق بقى اسمها 3. هتلاقي دي اولها 2 واخرها 3، ودي اولها 2 واخرها 3، يبقى فعلا الاثنين دول سيم ستارت سيم اند، يبقى بارلل. هفعصهم في بعض كده، هقفلهم على بعض، هيدوني 3. ما هو 6 في 6 على 6 على 6 ب 3، او الواحده منهم على عددهم لان هما الاثنين ايكوال، يبقى 6 على 2 ب 3. يبقى برضو هرسم هنا 3 اهي، بقى شكل الرسم عامل كده. بعد ما اتعمل كده في سيريس ولا مفيش؟ اه في، ما هو دولت نفس اللاين نفس الواير. فاكر فوق قلت لك اشكال السيريس عامله ازاي؟ قلت لك السيريس ممكن تلاقيه عامل كده، مقاومه هنا ومقاومه هنا، ممكن تلاقيه عامل كده، ممكن تلاقيه عامل كده، صح؟ ليها اشكال كتير. المهم ان هو بيكون نفس الايه؟ نفس اللاين. هياخد الثلاثه والسبعه يبقوا 10 اهي. ايه علاقه بقى ال 10 دي بال 10 دي؟ طبعا بارل، حط النقط كده 1 1 1 هعدي الناحيه الثانيه 2 2 2. طول ما انا ماشي على السلك الفاضي ده نفس الاسم، غير الاسم معدي على حاجه. التين اولها 1 واخرها 2، التين اولها 1 واخرها 2، يبقى الاثنين دول ايه؟ بارل. بارل يبقى برودكت على الصم يديني 5. تعالى نيجي اللي بعد كده. هبدا من عند الباتري سميها 1، عديت على الريزنس اسمها 2، غير الاسم. اخش جوه ولا اطلع من فوق؟ لازم تطلع من فوق لان ده السلك الفاضي، الاولويه نمشي في السلك الفاضي، فدي هيبقى اسمها ايه؟ اسمها 2. بعد كده براحتك بقى، انا مثلا همشي هنا اسمها 3، هنزل في الفاضي بقى اسمها 3، هدخل بقى جوه بقى اسمها 4. لما تيجي تركز كده وتبص للرسمه هتلاقي ان الخمسه دي اولها 4 واخرها 3، والرسمه دي اولها 4 واخرها 3، يبقى اذا الاثنين دول بارلل. بالمقارنه الناحيه الثانيه، الخمسه اولها 4 واخرها 2، والخمسه اولها 4 واخرها 2، يبقوا سيم ستارت سيم اند، اولهم 4 واخرهم 2، يبقى الاثنين دول ايه برضو؟ بارلل. هنقفلهم على بعض زي المقص كده، الاثنين دول هتقفلهم على بعض كده. 5 و5 لما تاخدهم بارلل تدي لك كام؟ 2.5. امسحهم وارسم مكانها واحده ب 2.5. نفس الكلام هنا 2.5 اهي 2.5 كده، الرسمه بقت اسهل كتير. طبعا واضح جدا ان الاثنين دول سيريز 2.5 و2.5 ب 5 اهي، بقت المساله اسهل بكتير. يبقى انت عندك اول حاجه لو في سيريز بنخلصه بنبدا نحط النقط وبيبقى واضح قدامك مين سيريز ومين بارل. نكمل، يبقى دولت خلاص ب 5 اهي. ايه علاقه الخمسه بالخمسه؟ بارل، عرفت ازاي؟ حط النقط كده، دي كانت 1 دي كانت 2 2 2، عدت الناحيه الثانيه 3 3 3، دي اولها 2 واخرها 3، دي اولها 2 واخرها 3، طب دي اولها 2 بس اخرها 1، يبقى مش بارل معاهم، دول بس اللي بارل. هيطلع كام؟ 2.5. يبقى عندي هنا مقاومه 2.5. بقى واضح دلوقتي ان الاثنين دول مع بعض ايه؟ سيريس خلاص، لان الكرنت عمال يلف كده مفيش مكان ثاني يلف فيه، هو 1 واير، يبقى الاثنين سيريس مع بعض. في ناس كتير قوي بيقول لك يعني هم فوق بعض عشان فوق بعض فبيحسبهم بارلل، لا، البارلل سيم ستارت سيم اند، مش عشان الاقي اثنين فوق بعض فيلا بارلل، لا. خلاص دول فوق بعض اهم بس سيريس عشان نفس البرانش. حاجه زي هنا مثلا كده، ناس كتير قوي اول ما بص للمساله دي بيقول لي ان دولت بارلل مع بعض، وبعد ما يلمهم بارلل مع بعض يقول لي انها سيريس مع ايه؟ مع اللي هناك. برضه غلط، حط النقط وشوف. هنسمي دي 1 تبقى دي 1 تبقى دي 1، يبقى 1 1 1 سلك فاضي 1
سلك فاضي 1 سلك فاضي 1 سلك فاضي 1 كده خلصت كل النقط الفاضيه. عدي بقى المقام يلا. لما عدي يبقى اسمها ايه؟ 2. سلك فاضي يبقى اسمها 2. سلك فاضي يبقى اسمها 2. يبقى طول ما انا ماشي والسلك فاضي انا نفس الاسم زي ما انا، بمجرد ما عدي على حاجه اغير الاسم. وبعد كده تلاحظ بقى، بص كده، دي اولها 1 واخرها 2، دي اولها 1 واخرها 2، دي اولها 1 واخرها 2، يبقوا الثلاثه بارلل مع بعض. بحسبهم بطريقه البارلل. السؤال اللي بعده نبدا من هنا كده، سميتها مثلا A، تبقى دي A، تبقى دي A، لان كل ده سلك فاضي نفس الاسم. بعد كده هعدي بقى الناحيه الثانيه، سميت ده B، تبقى دي B، تبقى دي B، لان كله سلك فاضي نفس الاسم. لما ادخل جوه يبقى لك النقطه دي اللي اسمها ايه؟ C. وابدا الاحظ بعينيا بقى، هل في سيم ستارت سمنت؟ اكيد في، لان انت مش عندك يا سيري سبارل مش غيره، فمفيش حاجه اسمها انك تقف ده مساله تقول لي انا مش عارف احلها. لا، السيريز واضح قوي انه نفس الخط. البارل بيكون نفس البدايه نفس النهايه، فلازم تلاحظ ان في بارل. يلا هتلاحظ ان ال 30 اولها سي واخرها اي، وال 6 اولها سي واخرها اي، يبقى الاثنين دول بارل بالمقارنه الناحيه الثانيه. ال 80 اولها سي واخرها بي، وال 20 اولها سي واخرها بي، سيم ستارت سيم اند، يبقى الاثنين دول برضو بارل. ال 30 اولها اي واخرها بي، وال 70 اولها اي واخرها بي، يبقى سيم ستارت سيم اند، يبقى دول برضو ايه؟ بارل. بكتب الايكويفلنت ازاي؟ بقسمها ازاي؟ مكان واحده فيهم. يبقى ال 70 وال 30 همسحهم هما الاثنين وارسم خط بس واحد مكانهم، اللي هو طلع مثلا طلع 21 اهو، يبقى دولت رسمتهم في ال 21. اوكي؟ طب وال 36 اكنهم مقص كده هيتقفلوا على بعض، هتفعصهم في بعض كده، بقت مقاومه بخمسه، وتحت بقت برضو مقاومه ب 16. بقت كده طبعا سهله خالص واضحه قدامك. ايه علاقه دول ببعض؟ علاقه ال 5 ب 16 على نفس الخط نفس اللاين، يبقى دول كده سيريس مع بعض. تديني كام؟ 21. ايه علاقه ال 21 بال 21؟ طبعا واضح ان هم الاثنين ايه؟ بارل. نيجي للي بعد كده، انا هسمي النقطه دي وليكن واحد، عديت على مقاومه يبقى اسمها 2. قدامي ننزل، قدامي نخش جوه، وقدامي نطلع. اعمل ايه؟ لازم تمشي في الفاضي. طب طالما همشي في الفاضي يبقى اسمها اسم نفس الاسم 2، نفس الاسم 2، امشي براحتك بقى. انا دخلت جوه هنا بقى اسمها 3، سلك فاضي 3. هعدي على مقاومه بقى اسمها 4، سلك فاضي 4، سلك فاضي 4. كل نقط واحده اسمها ايه؟ اسمها 4. ابدا بعد كده الاحظ مين نفس البدايه نفس النهايه. هتلاقي ال 12 اولها 2 واخرها 3، وال 6 اولها 2 واخرها 3، يبقى الاثنين دول بارلل. ال 80 اولها 3 واخرها 4، وال 20 اولها 3 واخرها 4، يبقى الاثنين دول ايه؟ بارلل. هرسمهم ازاي؟ هقفلهم على بعض كده، هفصهم في بعض، همسح الاثنين وارسمهم مكان واحده فيهم، يبقى هشيل ال 12 واشيل ال 6 وارسم هنا بس واحده بس. يلا اهي. بص كده، شلت ايه؟ شلت ال 20 وال 6 رسمت مكانها كام؟ 4. شلت ال 20 وال 80 ورسمت مكانها 16، بس عدلتها بقى لان هي كانت مايله كده فوقفتها معدوله، هي كانت مايله كده وقفتها كده، بدل ما كانت مايله كده هنعدلها. اوكي كده خلصنا اللي فوق. بقى تيجي بقى هنا، واضح برضو ان الاثنين دول ايه؟ سيريس ب 20، يبقى انا ممكن امسحهم خالص واقول ان هنا في مقاومه بكام؟ ب 20. حط النقط 1 2 2 3 3 3 3 3. ال 60 اللي فوق اولها 2 واخرها 3، ال 20 اولها 2 واخرها 3، يبقى الاثنين دول بارلل عشان نفس البدايه اللي هي 2 نفس النهايه اللي هي 3. 20 مع 60 تدينا كام؟ تدينا 15. طيب عندك بعد كده الاثنين دول هنشيلهم ونكتب مكانهم كام؟ 15. حط النقط برضو يلا. 1 2، همشي ازاي؟ مش فارقه خلاص، همشي كده تبقى 3 3 3 3. ال 15 اولها 2 واخرها 3، وال 15 اولها 2 واخرها 3، يبقوا الاثنين دول ايه؟
بارلل مع بعض، سيم ستارت اللي هي الاثنين، سيم اند اللي هي الثلاثه، يبقى الاثنين بارلل. 15 مع 15 ب 2 ونص، سوري اسف، 15 مع 15 ب 7.5 اللي هي برودكت على الصم، او 15 على 2، همسحهم هما الاثنين واكتب مقام واحد بس بكام؟ ب 15. همسحهم هما الاثنين واكتب مقام بكام؟ 7.5. يبقى عندي بعد كده 7.5 و 2.5 سهله جدا، سيريس الاثنين نفس الايه؟ نفس اللاين. اخر سؤال الشكل ده، السلك الفاضي لما يكون بارلل لحاجه يلغيها، مش كل بقى ما تعمل سلك فاضي يلا الغي، لا لازم يكون بارلل لحاجه. فانا هبدا من هنا واسمي ده 1، امشي ازاي؟ اخش جوه ولا اطلع فوق؟ لازم اطلع فوق في الفاضي، الاولويه للسلك الفاضي، فاسمي ده 1 سلك فاضي، 1 سلك فاضي، 1 امشي براحتك بقى. هخش مثلا كده جوه بقى اسمها 2 سلك فاضي، 2 سلك فاضي، 2 سلك فاضي، 2. يبقى طول ما انت نفس السلك الفاضي يبقى انت نفس الاسم، اوكي؟ بقى كده لاحظ مين نفس البدايه نفس النهايه. هتلاقي الثمانيه اولها 1 واخرها 2، هتلاقي هتلاقي الفور اولها 1 واخرها 2، وهتلاقي الثمانيه دي برده اولها 1 واخرها 2. يعني هم الثلاثه اولهم نفس البدايه اللي هي 1 واخرهم نفس النهايه اللي هي 2، يبقوا الثلاثه ايه؟ بارل. واشتغل بطريقه البارل، ما تنساش لو سمحت تقلب الانسر. هنا نفس الموضوع برده، السؤال الاخير هبدا احط النقط، هسمي دي 1 تبقى دي 1 تبقى دي 1، هعدي المقاومه يبقى اسمها 2 بقى اسمها 2 بقى اسمها 2 بقى اسمها 2، تكمل مع السلك الفاضي للاخر، خش جوه بقى دي اسمها ايه؟ 3. ابدا لاحظ بعينيك سيم ستارت سيم اند. هتلاقي طبعا لما تبص شويه كده للمساله، المساله ما فيش غير 4 مقاومات، فما تقوليش انا بعد ما حطيت النقط انا مش لاقيها، لا مش اسمها كده، ركز كده. هتجرب امسك الثمانيه 1 و 3، طب دي 1 و 2 مش هي، دي 2 و 3 1 3 مش هي برضو، طب دي 2 3 اهي موجوده. يبقى انت قدامك 4 مقاومات، هتبص الاربعه كويس تشوف مين مع مين نفس البدايه النهايه. هتلاقي السته والثلاثه اولهم هما الاثنين 2 واخرهم هما الاثنين ايه؟ 3. يبقى هما الاثنين بارلل، افعصهم في بعض كده في مقاومه واحده ب 2. عرفت منين يا مستر انها هنا؟ ما انت يا حبيبي هتشيل الاثنين وترسم الايكويفالنت بتاعهم اللي هو كام؟ 6 في 3 على 6 ب 2. الاثنين ارسمها فين؟ يا ترسمها لي مكان الستة وتشيل التلاتة، يا ترسمها لي مكان التلاتة وتشيل الستة. فأنا اخترت ترسمها فين؟ معدولة كده مكان التلاتة، يبقى هنا. وشلت مين من هنا؟ شلت الستة خالص. يلا اتنين والتمانية واضح جدا انها سيريس نفس اللاين، تديني 10. ايه علاقة العشرة بالعشرة؟ بارل. يطلع الانسر 10 على 2 او 5 او 10 في 10 على 5 او 10 في 10 على 10 زائد 10 تديني برده 5، ايا كانت الطريقه اللي هتحسب بيها. يبقى البوينت ميثود لو سمحت الاولويه للسلك الفاضي، وقت ما تعدي على السلك الفاضي انت لازم تمشي فيه ويبقى نفس الاسم. يبقى انا هدي الاسم الاول نقطه، لما اعدي على كومبوننت مختلف، اعدي على ريزيستنس، اعدي على باتري، تغير الاسم خليها 2 3 زي ما تسميها، اي بي سي دي اكس واي زد زي ما انت عايز. وافتكر لي القاعده الاولى الاولويه للسلك الفاضي، القاعده الثانيه تغير الاسم بعد اذنك، رقم ثلاثه تلاحظ بقى خلاص مين نفس البدايه نفس النهايه. والسيريس ملوش رول، يعني السيريس بيبقى واضح قدام عينيك ان هو سلك واحد ملهوش اي برانشز، نفس الاي ماشي فيه. تمام؟ اشوفكم على خير ان شاء الله المره الجايه، الحصه الثالثه هتكون بقى اومز لو فور كلوز سيركت. ابتدينا بقى خلاص نخش في الجد، التزم بالواجب اول باول، ذاكر اول باول ما ترقمش حاجه عليك، واللي واقف معاك ابعته لنا على طول عشان نرد عليك. استنى برضو فيديو الواجب، اشوفكم المره الجايه ان شاء الله.